على كل مشاهدينا في كل مكان، حلقة جديدة من إن بوكس على قناة صدى البلد. النهاردة إن شاء الله معانا فقرات حلوة قوي وتعجبكم. بس في البداية أسلم على نوران. إزيك يا نوران؟ إزيك يا نوران؟ عاملة إيه؟ كله حلو الحمد لله. إيه أخبارك إيه؟ كله حلو الحمد لله. حلوة قوي. إحنا النهاردة فعلا معانا فقرات كلها متنوعة وحلوة جدا وهتعجبكم، وتحديدا آخر فقرة هيبقى معانا عن فن رقص الكلاكات. اللي عايز يعرف أكتر عن فن رقص الكلاكات يتابعنا لآخر الحلقة، هيبقى معانا ضيفة من أهم رواد الفن ده في مصر والوطن العربي، ضيفتنا الجميلة ليوني حكيم. بالظبط كده. أما بقى الفقرة دي فهنتكلم معاكم عن موضوع حلو حلو قوي، ألا وهو أنه إزاي بتعبروا عن حبكم. طبعا في ناس كتير جدا بيكون عندها مشكلة في التعبير عن مشاعرها، أو أنها تقول لحد أنها بتحبه. في ناس بتعبر عن ده بالكلام، في ناس بتعبر بالأفعال، في ناس تالتة بتعبر مثلا بالهدايا، في ناس ما بتعرفش تعبر خالص ولا حاجة من دول. فبنسألكم سؤالنا النهاردة، إزاي بتعبروا عن حبكم، وكمان إيه الطريقة اللي أنتوا بتفضلوها من الشخص الآخر للتعبير عن الحب؟ دي حقيقة. بس أنا بحب مثلا التعبير عن الحب يبقى بالكلام وبالفعل، ما يبقاش كلام بس طول الوقت. مش هنلاقيه، مش هنلاقيه، هو بنلاقي كلام بس ما بنلاقيش فعل. في ناس عندها قدرة ان هي تفضل تتكلم وتقول ده انا هعملك وهسويلك، وتحسي ان الحياة جميلة جدا، بس عند التنفيذ ما بتلاقيش اي حاجة خالص. بالعكس، انت بتلاقي حاجة عكس تماما الكلام اللي اتقال. وفي ناس بتعبر عن حبها بالتصرفات بس ما بتعرفش تتكلم خالص. ده حقيقي. اللي هي بيبقى كده دبش في الكلام. انت عارفه دول بيعبروا كمان عن النقطه دي، بيقولوا ايه دايما؟ يقول لك ايه اما تقولي مثلا ان انت محتاجه كلام، او انه مش كل حاجه بتبقي عايزه حاجه مع حاجه، يعني يقول لك اللي بيعمل ما بيقولش، واللي بيقول ما بيعملش. هي الصوانه كده محفوظه. بالظبط. بس عايزه اقول لك، على قد ما مثلا ممكن واحد يكون بيعمل قوي 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 بس ما يعرفش يتكلم خالص، ممكن الطرف اللي معاه يكون متضايق ومتضرر، لانه برده محتاج رومانسيه وكلام عاطفي يسمعه طول الوقت، او يسمع كلام فيه دلع او فيه مشاعر حلوه. فالخير الامور الوسط، اللي هو يبقى بيعمل بالمعقول وفي نفس الوقت برده يقدر يعبر عن حبه ومشاعره دي بالكلام المعقول برضو، مش لدرجة اللي هو بقى أفلام الرومانسية بقى عمر وسلمى وكده. بالظبط. حتى بعيدا عن العلاقات اللي هي بتكون ما بين راجل وست، زوج وزوجة أو أيا كان، في ناس كتير مثلا صحاب تلاقيهم ما بيتقابلوش، بس مش بالسنين طبعا، السنين دي كتيرة قوي، بس مثلا ما بيتقابلوش بالشهور، ولكن علاقتهم ببعض بتكون أقوى من كده. أو مش معنى إن احنا ما بنتقابلش فاحنا مش قريبين. تلاقوهم مثلا بيعبروا عن مشاعرهم تجاه الطرف التاني، إنه في أي موقف أنا صاحبي محتاج لي في حاجة أنا بكون واقفة جنبه، في الحلوة والمرة زي ما بيقولوا أنا معاه، لو احتاج أي حاجة أنا جنبه، أو أكتر حد بيلجأ له في الوقت الصعب. يمكن ده برضو بيكون نوع من انواع التعبير عن المشاعر. صح. وان انت تكوني واقفه جنب الناس، وخصوصا لو ناس قريبه منك. تحديدا يا نوره، انت قلتي نقطه مهمه جدا. ممكن مثلا اصدقائي يكونوا انا بحبهم جدا وعشره عمري، بس بسبب ظروف الحياه احنا مش عارفين نتواصل مع بعض كتير ونبقى طول الوقت مع بعض. فممكن مثلا الناس اللي بتبقى فعلا ليها معزه قوي، مهما يعدي الوقت اجي اكلمها ما تقعدش تلومني، لان هي عارفه ظروفي. أيوة. وانا عارفه ظروفها، فاللي هي بمجرد انا احتاجها في موقف او اعزمها على مناسبه معينه، على طول من غير تردد تجيلي وتجاملني وتبقى معايا، او لو انا عندي مشكله تقف جنبي وتساعدني، غير لما هي تيجي تقول انا اصلا انا بحبك وبعزك بس انت ما بتساليش عليا، طب انا لما احتاجتك انت كنت فين؟ بالظبط. فهي الفكره انه مهما يعدي بينا الوقت، الناس اللي بتحب بعض لا ما بتعاتبش بعض ابدا ابدا، او حتى العتاب بيبقى بسيط، بس العلاقه بتبقى اقوى من فكره البعد. صح. غير انه مثلا ممكن واحده معايا طول اليوم وطول الوقت واجي احتاجها في موقف ما تلاقيهاش. فهي دي الفكره، انه لازم يبقى حوالينا ناس احنا فعلا بنحبهم ونقدر نوصل لهم مشاعرنا ده، بس تبقى في الوقت المناسب. في ناس طول الوقت ممكن تديكي طاقه ايجابيه وتديكي كلام صح. حلو، وبس يبقى حقيقي من جواها، ما تبقاش مجرد مثلا بتفيك او بتبقى مثلا او بتوزع يعني الكلام ده كله على كل الناس. بالزبط. بالزبط. لانه في اشخاص يعني دايما كده بيقولوا لسانهم معسول، بيعرفوا يقولوا كلام حلو جدا جدا لكل الناس، وفعلا بيدوا طاقه ايجابيه لكل الناس، ولكن هم مجرد كلام وبس. دايما تلاقيه بيتكلم وهعمل وكذا، وانتي الدنيا وانتي الحياه والحاجات دي كلها، وما انا هد الدنيا عشانك. بالظبط. تيجي في اول موقف بيجري خالص ما بنلاقيش. بالظبط.
وفي ناس تانية ممكن ان احنا بنكون متضايقين من فكرة ان هم مش بيعبروا عن مشاعرهم، او ان احنا محتاجين ان هم يقولوا كلام حلو، لكن فعلا افعالهم بتدل على معزتهم لينا او قد ايه ان هم بيحبونا. انا ممكن اتقبل بقى الناس دول اكتر شوية، فكرة ان هو يكون بيعمل حاجة ففي اثبات، انما اللي بيقول كلام مش بفلوس. صح. يعني صح. طب ايه رأيك ناخد رأي حبيبة؟ يلا يلا بينا. يا حبيبة ازيك؟ ازيكم عاملين ايه؟ الحمد لله. اخباركم ايه؟ انا بحب اتفرج عليكم جدا. واحنا مبسوطين ان انت بتتفرجي علينا يا حبيبه. قولي لي يا حبيبه، انت بتعبري عن حبك ازاي؟ بصي، بان انا يعني بهتم بالناس اللي حواليا، بان انا بفتكر مثلا حاجه بتخصهم بقى، سواء عيد ميلاد، حاجه مهمه، حد مثلا عنده امتحان بسال عليهم قبليها وبعديها، حاجات من دي يعني. يعني في المناسبات بس يا حبيبة؟ لا مش للدرجة دي يعني. بس يعني أنا بس في الحاجات الكبيرة بيبين الشخص ده بيهتم باللي قدامه ولا لأ. طب يعني السؤال أكتر ولا الهدايا؟ يعني بتحبي يجيلك هدايا، ده يبقى تعبير عن الحب، وانتي برضو لا. نفس الكلام بتهادي الناس عشان تقول لهم أنا بحبكوا، ولا بتبقى تصرفات أكتر منها هدايا أو حاجات مادية؟ بصي، ممكن نقول انه مثلا الموضوع بيبقى 50-50، انه مش دايما الهدايا بتبقى بتدل على ان اللي قدامك بيحبك. اصل الهديه ممكن تكون بانه ان حد يقف جنبك، او انه حد يسندك في حاجه. برضه في نفس الوقت ساعات بتبقى الهديه ان مثلا حد بيقول انه مثلا حد من اللي حواليا مثلا عمل منشن مثلا، انه زي مثلا واحدة عملت منشن مثلا من اصحابي انها بتحس الرينج مثلا معين او حاجه، فلا ما انا ممكن اجيبه لها، او سواء حتى انا بحب مثلا ان انت تبقي فاكره الشخص الثاني بالظبط. ممكن مثلا كلمته في حاجه، لا ممكن اجيبها عادي. طب قولي لي يا حبيبه، انت بتحبي الناس بقى تعبر لك ازاي عن مشاعرها؟ يعني سواء واحده صاحبتك او حد انت مرتبطه بيه، ايه الطريقه اللي تحسي تقولي والله دول بيحبوني بجد؟ ممكن انه حد يقف جنبي وقت انا فعلا محتاجه لهم فيها، اكثر من موضوع هدايا. ايه يا حبيبه في ايه؟ مش الهدايا؟ هو في حد ما بيحبش الهدايا؟ بحب الهدايا، بس ما هم ممكن يعني ناس تفضل تجيب لك هدايا هدايا، بس لما تقعي ومشكلة محدش يقف جنبك. صح، محدش يقف جنبك. صح صح. شكرا ليك يا حبيبة، نورتينا. نورتينا. طيب تعالي ناخد رأي نيفين. الو الو، ازيك يا نيفين؟ الحمد لله كويسة، ازيك انت؟ الحمد لله بخير. منورانا يا نيفين. ميرسي. هابي فالنتاين. هابي فالنتاين. والله يا بنتي انا عرفت الفالنتاين بالصدفة. من على السوشيال ميديا والله. شكرا شكرا ان اتقالت لنا والله. قولي لنا نيفين، بتعبري ازاي عن حبك للناس؟ هو انا شخصيا بحب اقول للناس ان انا بحبهم، يعني بيفرق معايا قوي ان انا اوصل لهم ان انا بحبهم. تمام؟ بس طبعا بيختلف، يعني اصحابي اخواتي الناس القريبه مني احب اقول لهم ان انا بحبهم، واحب ابعت لهم كده واكتب لهم، احب اجيب لهم حاجات تقول ان انا بحبهم، يعني انا احب الدور. ان انا ابذل مجهود في ده. ده طول الوقت يعني فين، ولا في المناسبات مثلا في عيد ميلاد حد؟ يعني هو في المناسبات بتبقى حاجه ادعى ان احنا نبقى بنقول كده طبعا. بس يعني متهيألي يعني انا احب لو حد هيعمل معايا كده ان هو يبقى بيعملها من غير مناسبه، متهيألي دي بتبقى الطف بكتير، يعني بتبقى شيء كده لطيف كده ومن غير مناسبه خالص، وحد بيوصلني مسج لطيفه قوي في وقت انا مش متوقعاه، فاعتقد ان هي بتبقى الطف حاجه يعني. طب بتحبي فكره انه لو حد بيحبك مثلا يجيب لك هدايا كتير، او يعبر لك عن حبه بالهدايا؟ لا، بس ما تبقاش دي الطريقة الوحيدة يعني، علشان ما تفقدش معناها يعني. بالزبط. احب ان هو يبقى بيعمل حاجات تانية جنب انه يبقى بيجيب لي طبعا هدايا مطلوبة، ما اختلفناش يعني كلنا اكيد. بس يعني احب ان هو يبقى بيقول لي بتصرفاته ان هو بيحبني. يعني انا هستفاد بايه من الهدايا لو هو كل اللي بيعمله مش بيقول ان هو بيحبني؟ صح. يعني مش عايزة حاجة منه يعني. طب نيفين، في ناس بتعرف تعبر عن مشاعرها بالتصرفات، وفي العكس صحيح، في ناس بتحب تتكلم كتير بس ما بتنفذش اللي هي بتقوله. انت لو مثلا مرتبطه بحد وبيحاول ان هو يقول لك انه بيحبك او يوصلك مشاعر حلوه بالتصرفات بس، لكن ما بيعرفش يعبر خالص عن مشاعره او احساسه، انت تحبي حاجه زي كده ولا هتبقي محتاجه الكلام الحلو برضه؟
هو انا يفرق معايا انه ارض الواقع بيقول ايه، انه تبقى التصرفات حقيقيه، يعني بتقول ان هو بيحبني بس عارفه بصراحه، بس يعني احب ان انا ابقى بسمع كلام حلو برضه، متهيألي دي بتيجي ان انا ابقى بلفت نظره يعني، او انا شخصيا ما عنديش مشكله اقول عادي يعني ان انا احب ان انا ابقى بسمع كلام حلو، بس لو دي حاجه في طبعه مش عارفه، اعتقد يعني ممكن مع الوقت الدنيا تبقى بتظبط بيحاول هو يحسن منها، لانه اصلا مفيش حد كامل، بالظبط، لازم حاجة فهلاقي مقابل بيتكلم حاجة. سوري. بقولك لازم حاجة مقابل حاجة. بالظبط، فيعني انا لو انا هختار يعني اختار اللي يبقى بيتصرف تصرفات وبيعمل حاجات على ارض الواقع تقول ان هو بيحبني، يعني بالظبط صراحه ده بالظبط. بالنسبه لي هيبقى اهم يعني. طب نيفين قولي لنا، بتشوفي مين اكتر بيعبر، الست ولا الراجل؟ الست طبعا. برافو عليك. الست طبعا. برافو عليك يا الراجل لا بيعبر ولا بالكلام ولا بالتفكير. صح. احنا النهارده الحمد لله معناش ولاد، محدش معناش فاروق. شكرا ليك يا مش نيفين. يا نيفين يعني معانا تليفون تاني؟ لا معناش. اوكي. هي الفكره فعلا انه التصرفات بتبقى احيانا اهم كتير جدا من الكلام. انت طول ما انت بتسمعي كلام حلو انت بتستمدي طاقه ايجابيه، مشاعر حلوه، بس هتيجي وقت وتزهقي، هتلاقي ان انت لما بيبقى في موقف بجد انت محتاجه الشخص ده معاكي، سواء واحده صاحبتك او انت شخص مرتبطه بيه، ما بتلاقيهوش. فهي الفكره ان التصرفات احيانا تبقى قابلك هي كتير دليل جدا من الكلام. بالظبط، دليل اكبر من الكلام. بس انت عارفه انه اوقات بتكوني مستنيه كلمه تقدير من حد، يعني مش بس موقف ان هو يعمله معايا، ولكن كلمه شكرا، كلمة ربنا يخليكي ليا، كلمة أو أنا اتبسطت قوي إن أنت عملت مثلا كذا، أو أي حاجة، شكلك حلو، أي حاجة يا جماعة بتتقال من الكلام البسيط، المجاملات البسيطة دي بتفرق جدا، بتفرق في نفسية كمان اللي قدامك. دايما بشوف فكرة إنه الكلام الحلو هو عدوى، يعني لو أنا مثلا بقول لك كلام حلو وحتى أنت مش متعودة تقولي ده، من كتر ما أنت بتسمعي كلام حلو ودنك هتاخد عليه ولسانك هياخد ده عليه. لو بنتين صحاب، لكن لو واحد وواحدة أراهنك إن هو لو ما بيعرفش يتكلم ما يقدرش أبدا يتعلم منها أو ياخد منها فكرة إن هو زي ما هي بتقولي كلام حلو أنا ممكن أقول لها كلام حلو. مش أنت ممكن تبقي عاملة مجهود يا نورة. أيوة. وعاملة تسريحة تجنن أو حتى ميك اب، وفجأة تلاقي مثلا بيتقال لك إيه اللي أنت عاملاه في شكلك ده؟ إيه شعرك عامل كده ليه؟ ما تقلبيش علينا المواجع أرجوكي. فهي الفكرة إنه ده طبع، إنه لو واحد ما عرفش يتكلم وما بيعرفش يوصل إحساسه بكلام لطيف جدا، مش لازم كلام أوفر يعني اللي هو رومانسية فظيعة، بس كلام رقيق يوصل مشاعر حلوه، لو ما بيعرفش عمره لو قعد سنين السنين ولو قعد حد يعلمه برضه مش هيعرف. بس هقول لك على حاجه، انا مش بقول كلام حلو اللي هو بقى كلام رومانسي وعينيكي وخدودك وشعرك يعني مش شرط يا جماعه نقول الكلام ده، ولكن في كلام حلو يعني زي مثلا ما كنا بنشوف اهالينا، تلاقي مثلا الام وهي بتعمل حاجه او بتقدم السفره تسلم ايدك الاكل حلو، ده كلام حلو. صح. الكلام البسيط اللي بيتقال، عملت له كوبايه شاي يقول لها تسلم ايدك، يقول لها شكرا، مش عارفه هي تعبانه النهارده فممكن يقوم يعمل حاجه مكانها في البيت او يساعدها في حاجه، ده تصرف يعني ده تصرف ان هو بيحبها. بالظبط. صح. فاوقات بتكون الكلمات البسيطه جدا اللي هي ممكن ناس تشوفها انها مش رومانسيه، لا هي بتفرق جدا في نفسيه اللي قدامك. طيب احنا معانا كريم على التليفون. يا كريم ازيك؟ الو الو يا كريم، ازيكم عاملين ايه؟ ازيك يا كريم، عامل ايه؟ عامل ايه؟ الحمد لله، انت ايه اخباركم؟ الحمد لله بخير. قول لي يا كريم، انت بتعبر عن مشاعرك ازاي؟ يعني بطرق كتير. قول لنا. بس انا بصراحه مش من انصار اللي هو الكلام قوي. نوران يعني مش مصدقاك يا كريم، باين على وشها ان هي مش مصدقاك. اثبت لي بالدليل العملي. لا والله مش بهزر، يعني انا مش من الناس اللي هي تقعد تتكلم كتير وانت بقى احلى ما في الكون وانت وتشاتنج على طول ومكالمات وحاجات، لا يعني اثبت ده على ارض الواقع. بقلي من تصرفاتك اللي جواك. طب بس بتعرف تقول كلام كويس؟ يعني بتقول كلام كويس، مش شرط يبقى رومانسيه زياده، بس لا والله لا، عشان بقول طبعا يعني، بس مش الاوفر يعني، مش حياتي كلها مش تبقى كلام. لا ماشي، ما هو مش طول الوقت يبقى كلام، بس على الاقل لو مثلا البنت اللي انت مرتبط بيها عملت حاجه عايزه مثلا انت يعني تلفت نظرك بيها، المفروض برضو انت تفهمها ان انت خدت بالك مثلا شكلها حلو النهارده. اكيد. بس بصي خليني برضو الفت انتباهك لحاجه، ان الراجل ما بياخدش باله. لا مش ما بياخدش باله، يعني انا بالنسبه لي الحب مش مظاهر وبس، مش في اشكاله وكده. انت الموضوع داخل في حاجات اكبر من كده شويه، يعني انت بتدعم الشخص اللي معاك كل حاجه. بتستحمله في الاوقات، يعني انت الحياه كلها مش هتبقى حلوه. في الايام الصعبه ديت تبقى انت برضو موجود وفي ظهره وتستحمله بعضيك.
طب حد مثلا عنده مشاكل في شغله وكده، فانا مش هلاقي حد اجري عليه غير الانسان اللي معايا او صح. الانسان اللي معايا، فاهمه؟ انت متجوز يا كريم؟ فهنا لا انا مرتبط مش متجوز. طب قول لنا بقى بتعمل ايه علشان تعبر لها ان انت بتحبها؟ بعمل حاجات كتير يعني، ايوه ايه مثلا بقى قول لنا لما حاجه من مفاجآت، الحاجات الكتير يعني بعيدا عن الكلام مثلا. ما انا بقول لك مثلا بعيدا عن الكلام مثلا مفاجآت، حاجات مش حلو متوقعه يعني، حلو. ممكن مثلا تبقى مخلصه شغلها وانا في شغلي والكلام ده كله، تنزلني واقف تنزل من الشغل، حلو. فا فا فالحاجات دي بيبقى ليها مردود لطيف وبتبقى رد فعلها احلى بكتير يعني، خصوصا تبقى مش متوقعه. طيب كريم، تحب ان مثلا البنت انت مرتبط بيها برضو تعبر بالتصرفات اكتر من الكلام؟ هو بتبقى دي بتبقى حسب الشخصيه، فلو الشخص اللي قدامك هو مش في طباعه كده، فيعني ما تحاولش ان انت تضغط عليه وتخليه ان هو لازم يعمل زيك. هو في ناس اكيد بتبادلك نفس الموضوع، بس كل واحد بيعبر بطريقته، فهي دي الفكره. صح. طيب مين بيعرف يعبر اكتر عن حبه، الست ولا الراجل؟ هو في اللي يعني هما بيقال ان دايما بتبقى الست هي اللي بتعرف تعبر، مع يقال؟ لا دي حقيقه على فكره، مش يقال. بالراحه عليه. لا 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 خالص، على فكره مش ان الرجاله هي اللي بتعرف تعبر اكتر بكتير. ايه ده، انت غيرت كلامك؟ انا بقول لك بيقال، لكن اللي انا شايفه حاجه غير اللي بيتقال. يعني الست ولا الراجل اكتر؟ هو بيقول التعبير. يعني انه الراجل، لان لو في راجل بيحب حد بيتدلق دلقه ما يعلم بها الا ربنا، ايوه بس ما فبيبقى بتعرفوش كل تتكلموا يا كريم. ما هو لا بس في ناس تعرف تتكلم برضه، ما هي دي بقى لما بيعرفوا يتكلموا ما بينفذوش، يعني في لا رجاله مين ده لما قال لك بتيجي كده؟ تتكلم ما بتنفذش. لا لا، او هقول لك على حاجه ثانيه يا كريم، بتعرفوا تتكلموا في البدايات بس بعد كده خلاص شكرا. ما هو للاسف بقى دي انا معاكي فيها، دي صح. الغالبيه بس بيبقى البدايه كريم اهدى حلوه بس. والدنيا جميله وكل حاجه وردي، بعد كده بقى ما تعرفش بيزهقوا وبيحصل ايه يعني، خلاص اتعود عليها. اللي بيفضل ثابت على موقفه ده خلاص، او برضه عشان الانسان بيبقى فيه لا، اللي بيفضل ثابت على موقفه بيبقى فعلا مشاعره حقيقيه، لكن اللي في الاول بالظبط بيجامل قوي وبعد كده بعد خلاص وقت بيزهق ما من كتر بياخدش باله الكلام. اصلا من اي حاجه هي حلوه بتعملها، هو بيبقى بالظبط، خلاص يعني واخدها اصلا في بتحب granted. المرحله اللي في الاول دي، اللي هي البدايات بتاعت كل طبعا حاجه حلوه، بدايات احلى حاجه. بعد كده بالظبط بيحسوا ان الموضوع بقى تعود خلاص، فمش عارف صح. بقى بيزهقوا او ان خلاص ان انا الشخص ده بقيت واثق ان هو معايا، فخلاص بقى بتعامل بالظبط. عادي. او هقول لك على حاجه يا كريم، شكل الحب نفسه بيتغير، يعني مثلا الاثنين المرتبطين تعبيرهم عن الحب غير المخطوبين، غير اللي لما بيتجوزوا. ما ده بقى اللي انا بقول لك بقى عليه، ان بيبان بقى في تصرفات كتير مع الوقت، الموضوع ما بيبقاش شرط يبقى كلام حلو وبس، الموضوع صح بيبقى تصرفات ان انت داعمني في حياتي عموما، صح. مش ان احنا لازم تبقى حياتنا كلها وردي وبنحب بعض وكده. نورتنا يا كريم، ربنا يخليكي. شكرا شكرا يا كريم. مع السلامه. شوف انا باي حاسه باي. ان احنا نرفزنا كريم. حاسه بكده. لا انت اللي كنتي متحامله عليه متحاملة بصراحه يا شوية. لا اصل الستات طبعا يعني الاغلبيه العظمى الستات اللي بتعرف تعبر ده حقيقي عن مشاعرها وعن حبها بكتير جدا عن الرجاله، يعني بصي الراجل هو مش يمكن قوي. ما اعرفش، وانا بتكلم مع كريم جه في دماغي فكره انه فعلا اشكال الحب بتتغير، يعني تلاقي في الاول الراجل ممكن يبقى بيخرج معاها، بيقول لها شكلك حلو النهارده، مش عارفه ايه، بيجيب لها، بيبقى مركز معاها، مركز معاها. بعد كده يجي مثلا فتره الخطوبه يقول لك، يبتدي يتسحب واحده واحده، يقول لك انا مركز في شغلي عشان نعرف نتجوز. بالظبط. فيبتدي الكلام يقل شويه، بدل ما كانوا بيتقابلوا كل يومين بقوا بيتقابلوا مثلا مره في الاسبوع، وهكذا الموضوع بياخد شكل تاني. نيجي بقى بعد الجواز تلاقي الطريقه نفسها بقت مختلفه، يعني مثلا يعبر لك ان هو زي ما قلت لو انت تعبانه يجيب لك اكل من بره، انه مش عارفه يديكي صح مثلا مصروف زياده تروحي الكوافير تعملي اي حاجه، يعني بتكون تعبيره عن مشاعره ممكن تكون بطريقه ماديه اكتر، بتصرفات ماديه اكتر بالظبط منها اكتر من الكلام، كلام او مشاعر. دي حقيقه يعني، بس احلى حاجه انه الوسط برضو، انه فكره ساعات الواحد بيبقى محتاج كلام رومانسي في حياته او كلام لطيف جدا، مش شرط من الشخص اللي احنا مرتبطين بيه، ممكن يكون من اختي، من امي، من صاحبتي، من قريبتي، من اي حد في المحيط اللي حوالينا اللي احنا بنتعامل معاه. ده عشان استمد طاقه ايجابيه منه، عشان احس ان انا فعلا ليا اهميه في حياه الاشخاص صح، دول. وبيعزز ثقتك في نفسك بالظبط جدا. انت تخيلي مثلا واحده صاحبتك دايما تتفرج عليكي في البرنامج وتقول لك انت النهارده صح كنت تحفه في البرنامج، بتفرق. النهارده كان شكلك حلو جدا، انت دايما هتحسي ان انت عايزه تعملي الافضل بالزبط والاحسن، وهتحسي انه اذا في حد بيتابعك، في حد مظبوط منبهر بيكي ومعجب بشغلك جدا، غير لما مثلا واحده صاحبتك او خطيبك او جوزك او اي حاجه، لا والله ما كانش عندي وقت النهارده ان انا اتفرج عليكي، انت هتحسي بان هو بيحبك، او هو يعني اوكي انت مهمه في حياته بس مش قوي، او ما فيش طاقه ايجابيه بتستفيديها. بالظبط. عايزه اقول لك على حاجه في النقطه دي تحديدا، يمكن حاجه كنت قريتها شويه في علم النفس، انه لما تيجي مثلا انا شايفاكي مثلا انه نوران شخص بخيل، فانا ما اجيش اقول لك ان انت بخيله،
بس ممكن اجي اقولها لك ازاي وده هيخليكي تعملي العكس. اقول لك مثلا ده من اكتر الحاجات اللي انا بحبها فيكي ان انت كريمه، وانه مثلا اللي في جيبك مش ليكي، وان انت مش عارفه ايه وكذا وكذا. انت بتبقي طول الوقت عايزه تثبتي لي ان انا كده او ان انا زي ما انت شايفاني، فتبداي فعلا ان انت تبقي بتصرفي اكتر او ان انت تكوني انسانه كريمه او كذا، لانه في شخص شايفك وحطك في المكانه دي. فمن ضمن طرق ان انت تخلي اللي قدامك يبقى بيستجيب بشكل معين او ايجابي حتى معاكي، الطريقه دي بتكون حلوه جدا. تعالي نتكلم في الموضوع ده بالتفصيل اكتر مع شيماء علي. هي مؤسسه ابلكيشن هارمونيكا على الانترنت، وده موقع او ابلكيشن تطبيق للتعارف ما بين الاشخاص، وهم يوم الفالنتاين نزلوا الشارع وصوروا مع ناس وسالوا الناس رايكم ايه، او كل واحد بيعبر عن مشاعره وعن حبه ازاي للطرف الثاني، وكانت في اراء مختلفه كتير جدا. نرحب بشيماء. ازيك يا شيماء؟ اهلا بحضرتك، ازيك؟ عامله ايه؟ ازيك يا شيماء، منورانا. اهلا بيكوا، هابي فالنتاين داي. هابي فالنتاين. يعني شيماء، قولي لنا اما نزلتوا الشارع وسالتوا الناس ازاي بتعبروا عن حبكم، كان ايه اكتر الردود اللي جات لكم؟ والله يعني احنا سالنا الناس امتى اخر مره قلتوا لحد ان انتوا بتحبوه او حد قال لكم انه بيحبكم. كان في ردود متفاوته، يعني ما بين ناس بالفعل عايشه قصه حب حاليا، وفي ناس كتير للاسف بتفتقد الحب. يعني ده حسيناه من الردود، يعني الناس مفتقده الشعور بالحب. ويمكن هو ده كان السبب الرئيسي في ان احنا فكرنا نعمل تحدي هارمونيكا، يعني يوم عيد الحب، اللي هو بعنوان انشر الحب، ان احنا ننشر الحب ما بين الناس، في ان احنا نخلي كل حد يقول لحد بيحبه ان هو بيحبه وبيحبه ليه. وكمان يتحدى اثنين من صحابه ان هم يعملوا نفس الشيء. لو كل حد قال اثنين من صحابه، كل حد قال اثنين تانيين وهكذا. فخلينا في اليوم ده ان كل الناس تقريبا قالت لبعض، سواء للحبيب او للام او للابنه، او كلهم قالوا لبعض ان هم بيحبوا بعض واسباب حبهم لبعض. قدرنا الحمد لله نحاول يعني ان احنا ننشر الحب اللي الناس مفتقداه يعني. طيب شيماء، لما نزلتوا سالتوا الناس في الشارع، يعني الاسئله اللي انتوا سالتوها لهم، مثلا انتوا بتعبروا ازاي عن حبكم للطرف الاخر، كانت الاجابات ايه؟ مثلا هل الهدايا او الاشياء الماديه بيحبوها اكتر، ولا الكلام والرومانسيه والكلام العاطفي هو اللي كان بيأثر فيهم بشكل كبير، او المواقف؟ بالظبط، هي كانت الهدايا الرومانسيه، يعني الورد مثلا، كلمه بحبك لما بتتقال في تليفون يوميها، او في ناس مثلا كلمت على فكره ان ممكن نخرج مع بعض اليوم ده، خروجه حلوه. فاعتقد ان هي الحاجات الرومانسيه هي اللي بتاثر اكتر في الناس من الحاجات الهدايا، يعني حاجات بسيطه كلها توصل المشاعر مش اكتر. بالظبط كده. طيب، شوكولاته، الحاجات دي. شيماء، قولي لي مين اللي استجاب اكتر ان هو يقول كلمه بحبك، الستات ولا الرجاله؟ والله الستات، انا يعني البنات يعني. اكيد. احنا اللي بنقول اكتر. احنا حسينا ان البنات عندها استعداد اكتر ان هي تتكلم عن قصص حتى حب مرت بيها. يعني في بنت في الفيديو اتكلمت عن قصه حب كانت ما بينها وما بين خطيبها السابق، وحسينا ان يعني ان هي لسه في مشاعر، يعني ما اعرفش ده الاحساس اللي وصل لنا. فحسينا البنات لا، يعني عندها يعني عندها رغبه اكتر في التعبير عن مشاعرها يعني. الرجاله ممكن بيشوفوها ضعف شويه، او ايه التفاهه دي اللي هو ما انا بعمل حاجات. يعني هو الرجاله غالبا في اول العلاقه بيبقى فيه مشاعر كتير شويه، بعد بالزبط. كده الموضوع بيبقى عقلاني اكتر يعني. صح. هو بس في الاول بيبقى الحماسه واخداه، او الحماسه بتبقى واخداه فعلا، عشان يقدر يحتوي الطرف اللي قدامه ويحسسها انه فعلا بيحبها. فمجرد انه يضمن ان هي بتحبه، خلاص بقى بيبدا يبقى شخص طبيعي جدا. بالزبط. وعملي جدا. بالظبط. بس والله يعني احنا ما عملنا يعني تحدي انشر الحب، يعني في ناس كتير شاركت فيه، منهم كتير شباب يعني رجاله. ودي كانت مفاجاه لينا برضه، احنا تخيلنا البنات اكتر ناس هي عندها استعداد انها تكتب بوست او تطلع تحط صوره رومانسيه وتقول لحد انها بتحبه وكده، لا احنا لقينا شباب كتير مشاركين في التحدي. منهم مثلا كابتن احمد السيخ لاعب كره القدم مشارك فيه، وقال ان هو بيحب اهله وخطيبته يعني. وفي شباب بقى كتير يعني، هو في طبعا في رجاله كتير بتعمل ده، ولكن يمكن بنقول انه النسبه الاكثر هي الستات، هي اللي بتكون طول الوقت مهتمه اكتر او بتعبر اكتر.
بالظبط، هي دي على حسب الطبيعة يعني، هي طبيعتنا كده بالظبط، الحقيقة. هي طبيعة راجل وست، ومش معنى كده انه الراجل وحش او مش بيحب، لا ولكن لا الستات عندها القدرة دي اكتر من الراجل اللي بيكون مركز في حاجات عملية اكتر. بالظبط، شيماء تعبيره نورتينا، عن ميرسي ليكي جدا، نورتينا شيماء، شكرا ليكي، شكرا. حلو والله، يعني فكرة انشر الحب دي حلوة أوي. انه تخيلي كده وانتي قاعدة تجيلك مسج مفاجأة من اي حد، واحدة صاحبتك بقالك كتير مثلا ما شفتيهاش بتقولك ان هي بتحبك، طب انتي شايفة انه الهدايا بتعبر عن الحب؟ يعني الهدايا لوحدها تعبير للحب؟ لا طبعا، لا الهدايا لوحدها هي بتبقى مجرد او مش تقضية الهدايا وقت. لوحدها كمان، لو الهدايا يعني مخصصة ليكي او لا، يعني حاجة معمولة لك انتي مخصوص لو مش حاجة، حاجة شارياها مثلا جاهزة. لو حاجة معمولة لي أنا مخصوص، هتبين لي إن الشخص ده بيحبني جدا لأنه عمل مجهود عشان يجيب لي حاجة تعجبني أنا وتخصني، أو يعني عارف إن هي هتعجبني أو أنا بالظبط، هستفيد بيها، فهو عمل مجهود، قعد يفكر نوران بتحب إيه فعمله لها. لكن مجرد إن هو نزل مثلا جاب إزازة برفيوم أو أو حاجة أي معدي عليها. حاجة بالظبط معدي عليها بالصدفة، فهو ما عملش أي مجهود، هو بيقضي واجب عليه إنه بيجيب لي هدية. فممكن يعني أتقبل فكرة الهدية، بس مع الوقت انه مفيش كلام، مفيش تصرفات، مفيش مواقف جدعه انا بشوفها من الشخص، مجرد ان هو بيقضي واجب ويجيب لي هدايا وخلاص، لا اكيد دي حاجه طبعا هتضايقني. بالظبط، ممكن تبقى هديه بسيطه جدا بس اكون انا محتاجاها، او اكون هتبسط بيها جدا لما يبقى هيقدمها لي، عارف قد ايه انا مشاعري هتبقى فعلا حلوه. بالظبط، حتى بس لو مش محتاجاها بحب قوي الناس اللي بتركز في كلامك، يعني مثلا اللي هو وسط كلام كتير جدا تقولي ده انا مش عارفه كان عاجبني كذا بس ما انا حصل كده كذا بلا بلا بلا، فتلاقيه ايه لمح الحاجه اللي انت كان نفسك فيها فتلاقيه بعدها جايبها لك. واحنا دايما بنقول انه احلى الهدايا اللي هي بتيجي من غير مناسبه، يعني مش شرط ولا عيد ميلاد ولا عيد جواز ولا اي لا عيد، خالص، انه الهدايا تيجي من غير مناسبه لمجرد ان انت حاجه قلتي ان هي كانت عاجباكي او ان انت نفسك فيها فيجيبها لك، بشوفها دي برضو من ضمن الحاجات الحلوه جدا بالظبط. للتعبير عن الحب. انت مجرد مثلا شوكليت او بالظبط، ورده او اي حاجه بسيطه جدا لو لقيتي حبيبك داخل عليكي بيها، هي بسيطه، هي ما كلفتوش اي حاجه، بس مجرد انه افتكرك في الوقت ده، لكن مش محتاجه بقى تقعدي من الفالنتاين لعيد الميلاد للانيفرسري مثلا بتاع الخطوبه او الجواز بالظبط، للجواز نفسه، لا للعيد اللي مش عارفه ايه، دي حاجات بتبقى سيستماتيك قوي اللي هو خلاص المخ متعود عليها، انا بقضي الواجب اللي عليا. لكن طول ما انت لو بتشتري حاجه ولقيتيها مناسبه لخطيبك هتجيبيها له بالظبط، من غير اي مناسبه، هتلاقي قد ايه هو اتبسط بيها. هو صح، ده التعبير عن الحب. فكره النقطه اللي انت قلتيها انه في كلامك يجيب لك حاجه انت كنت محتاجاها بعد 3 4 شهور تلاقيها قدامك، هو ده بقى الموقف اللي بجد، صح. عارفه يمكن فاهمه؟ اكتر فاكره المشهد بتاع الفيلم بتاع مي بيفور يو، لما كانت بتتكلم وبتقول انه هي صغيره كان عندها شراب مخطط كانت بتحبه قوي، اتفق هو الشخص اللي بيحبها جاب لها الشراب المخطط ده وهي كبيره مش متخيله فرحتها كانت عامله ازاي، فدي صح برضو من طبعا. ضمن الحاجات. كمان برضو بحسها وقت التعبير عن الحب، بحس ان هو ملوش وقت، يعني انا مش لازم استنى الفالنتاين عشان اقول انا هابي بحبك، فالنتاين، مش لازم استنى عيد الام عشان اقول لمامتي انا بحبك، مش لازم استنى اي عيد او اي مناسبه عشان اكلم مثلا حد انا ما كلمتوش بقاله كتير. وفكره ان انا حاسه حاجه ناحيه حد، او فكره ان انا طول الوقت عندي مشاعر ايجابيه من ناحيه حد، ان انا اعبر له، ان انا اقول ان انا بحبك، او حتى لو ما عبرتش بالكلام، ان احنا زي ما بنقول بتصرفات، بهدايا، باشكال كتير، ولكن مهم انه ما يكونش في وقت معين. صح، دي حقيقة. فكرة ان انت طول ما انت عايشة وبتعبري عن حبك وعن مشاعرك دي في حد ذاتها طاقة ايجابية جدا. صح، يمكن كنت بقول لك في اول الحلقة انه ممكن الشخص ما يبقاش اللي ما بيعرفش يتكلم عمره ما هيعرف يتكلم، بس على الاقل انت بتعملي مجهود. صح، انه بتحاولي تعرفي الشخص اللي قدامك، يا جماعة في طرق ووسائل كتيرة جدا انا اعبر عن حبي، مش لازم ان انا اقوم جايبه هديه وخلاص كده في مناسبه معينه، لا ممكن كلمه حلوه، ممكن هديه بسيطه، ممكن خروجه حلوه قوي في مكان انا كان نفسي اروحه وعمري ما روحته او مش هعرف اروحه مثلا لوحدي، فالشخص ده ياخدني يوديني. صح، المفاجآت نفسها، فكره بقى المفاجآت، انت بتبقي قاعده المجهود كده المبذول بالظبط، حاجه لو حاجه بسيطه، بس فكره ان شخص قعد يبذل مجهود ان هو يعمل لك مفاجأة
فانت في حد ذاتك هتبقي مبسوطه جدا. صح. وهتحسي ان في مود اتغير وبعد كده تجديد للحياه. لانه بس تبقى المفاجاه مفاجاه، ما بقاش انا عارفه ان في مفاجاه. بالظبط. عشان دي بتبقى مفقوسه قوي. هي فكره التعبير عن الحب مهمه جدا جدا، لانه طول ما احنا عايشين لازم ندي طاقه ايجابيه للي حوالينا ونستمد منهم برضو طاقه ايجابيه. احنا كده فقرتنا خلصت. بعد الفاصل هنستقبل ضيفتنا ليوني حكيم، رائده فن رقص الكلاكات في مصر والوطن العربي. هنعرف اكتر عن الفن ده بعد الفاصل معاها. من وهي عندها 4 سنين بدأ مشوارها مع فن رقص الكلاكات، وتعلمت فن رقص الكلاكات على ايد والدها طبعا الاستاذ لمعي حكيم، من اوائل الراقصين في فرقة رضا للفنون الشعبية. والحقيقة يعني انه فضل شغفها يزيد ويكبر جدا جدا مع فن الكلاكات لحد ما بقت رائدة للفن ده في مصر والوطن العربي. منورانا النهاردة ليوني حكيم ضيفتنا، هنعرف منها أكتر عن فن الكلاكات. منورانا ليوني. مرسي. ازيك عاملة ايه؟ الحمد لله كمان. يعني طبعا بصي اسمك صعب شويتين، هتلاقيني أدلعك. طب أقول لك يا لولو. لولو حكيم. ماشي. أي حاجة. حلو الاسم. حلو. طيب قول لنا كده في البداية عشان الناس اللي ما تعرفش إيه هو فن أو رأس الكلاكات تعرفين عليه. أولا اسم الكلاكات ده اسم بالفرنسي، اسمه بالفرنساوي واسمه بالعربي، يعني اخذنا الاسم زي ما هو كده من فرنسي بقى عربي، بس هو اصلا الرقص ده امريكاني وبدا في امريكا واسمه تاب دانس. اوكي. تاب دانس. تاب تاب دانس. تي اوكي. وبالايطالي اسمه تيب تاب. يعني هو في كل مكان كل مكان ليه اسم. ده هو اصله امريكاني وبدا في امريكا زمان جدا ايام العنصريه، كانوا الافريكانز بيرقصوا او اكشلي هم ما كانوش بيرقصوا، بيدبدبوا يعني بيدبدبوا بيطلعوا الثوره اللي فيهم. أوكي. بطريقه ميوزيكال شويه زي ما احنا هنا بيقولوا عندنا هتافات وكده وكده يعني في المزارات، هم كانوا هتافهم برجليهم فكانوا بيعملوا ارتام وبس. مع الوقت لما ما بقاش فيه بقى مشاكل هناك بقوا الارتام دي بيعملوا بيها كوريوغرافيز بيقفوا يسترزقوا بيها في الشارع في وسط كل الناس وابتدوا يبقوا هم الناس من اقدم واقوى الناس اللي رقصوا تاب دانس. عندنا ابتدوا بقى يدخلوها في بيرفورمانس في الثياتر وبارات في يعني ايفنتس كبيره قوي شو يعني بالزبط. او اماكن فيها فرصه ان انت تعرضي فن الكلاكات. طيب ليوني انت بداتي من وانت عندك 4 سنين تتعلمي رقص الكلاكات، ايه سر حبك ليه؟ بصي هو انا ما ابتديتش اتعلم وانا عندي 4 سنين، هو انا باي ديفولت والدي بيرقص طول الوقت. اكتشلي عيلتي كلها يعني انا عندي عماتي فرقه قوميه وبابايا كان في فرقه رضا وكان بيرقص تاب دانسينج، كان المدرس بتاعه استاذ ابراهيم عاكف الله يرحمه واستاذ ابراهيم بغدادي الله يرحمهم، فهو اوريدي على طول الوقت في راسه طول الوقت في كلاسز وانا معاه على طول يعني انا وراه خلاص، فانا بحضر طول الوقت لانه التاب دانسينج ما ينفعش كمان يترقص قوي يعني يبقى تعملي فيه افورت قوي وهو عنده 4 أو 5 سنين الطفل، لان بيبقى لسه الماسلز بتاعته لسه ضعيفه ما اتكونتش، فانا ببقى اوريدي عايزاه عنده ماسلز يعني ما يبقاش عنده تقوس ما يبقاش لسه مش عارف يتحكم في رجله ازاي يمشي. فانا كنت بروح على طول بتفرج وبحاول طبعا اقلد ورا ما دسش عليا قوي كده، بس ابتديت اول ما بدا عندي 7 سنين بقى عندي ماتيريال كله في دماغي، اتفرجت كتير قوي ما خدش وقت. اوكي. اتعلمتي بسرعه. طيب شايفه ايه اصعب حاجه ممكن تبقى موجوده في رقص الكلاكات؟ بصي في الرقص نفسه في نوعيه الرقص نفسه انا بالنسبه لي مفيش حاجه صعبه بس يعني لو حد بيتعلم او حتى لو، لانه انا بعلم بطريقه لطيفه وسهله ومتقسمه بفنط كل الستابس ازاي وبخليها لوجيك، يعني انا بحب دايما الناس اللي بتتعلم تاب تفكر قبل ما تحفظ، يعني فكري لوجيكلي اللي جاي ده هيبقى عامل ازاي. أوكي. لو احنا بدانا كده يبقى اللي جاي عامله ازاي علشان يفكروا ما ياخدوش الستابس على الجاهز، واكشلي بتتنسي بسرعه قوي التاب دانسينج بيطير يعني
في فروقات صغيره قوي ما بين كل ستيب والتانيه. فلو انا اديت كله كده ماتيريال مش هيبقوا فاكرين بالظبط كله هيدخل في بعض. فهم لما بيعملوا افورت في انهم يفكروا فبيفتكروا قوي الديالوج ده اللي دار ما بيننا فعمرهم ما بينسوا الحاجه. فهي مش هي دي ما بنقابلش صعوبات في التمرين نفسه، لكن في الحياه عامه في التاب دانسينج عندي مشكله في ان احنا نعرف ان في تاب دانسينج. ايوه انه الناس ما تعرف. ده هو ده بقى اللي كنت عايزه اساله لك. أيوة. فكره انه رقص الكلاكات في مصر مش منتشر قوي، او يمكن ناس كتير قوي ما تعرفوش غير في فيلم فيروز وانور وجدي. كنت بحاول اقلدهم والله ما بعرفش. كلنا عارفين ولا صوت ولا حركه الاثنين ما فيش. طبعا كنا منبهرين، بس هو كانت لقطه في الفيلم وما شفناش افلام تانية ممكن تكون بتعرض الفن ده بشكل كبير. صح. هل ده كان تحدي بالنسبه لك وما زال هو تحدي بالنسبه لك انت تشتغلي على فكره ان انت تنشري او توسعي من فكره انه في يا جماعه رقص كلاكات في مصر؟ لا، وشريهان عملته في مسرحيه محمد علي. كنت لسه هقول يعني احنا عندنا فيروز وعندنا نعيم عاكف وعندنا شريهان وعندنا نيلي وكلهم يعني عمالقه الحقيقه. بالظبط. اللي درسوا لهم هم نفس اللي درسوا لوالدي اللي بدا معاهم والدي. بس انا بالنسبه لي الموضوع كان فيه تحدي، وانا اكتشلي بحب الحاجه اليونيك. يعني بابا بيرقص كل انواع الرقص الحقيقه، علمني كل انواع الرقص، انا برقص كل حاجه دلوقتي. من وانا صغيره مش دلوقتي يعني، بس التاب دانسينج بالذات لقيته فيري يونيك، وفكره انه ما فيش حد تاني بيرقصه كتير وانه بيبقى شوي قوي لما بيتعمل. فانا قررت ان لا، هي دي التايب اوف دانس. انا مثلا عندي ماي كوزن لا دماغه كانت لاتن اكتر. وبابايا برضو اللي اول واحد علمه، بس هو اتجه للاتن اكتر، انا اتجهت للتاب دانسينج. اما بدات من 22 سنه الحقيقه في الاوبرا. ما بنقولش ما بنقولش عمرنا. ما بنقولش. انا بدات ادرس وانا عندي 17 سنه تقريبا. حلو. في الاوبرا، وكان عندي سبعه وانا الثامنه، وكنت طبعا برقص في وسطيهم لانه محتاجين صوت رجليهم يعلى، لسه كانوا بيجنرز، لحد لما شو ورا شو ورا شو ابتدى يتعرف، بس برضو ستيل لسه مش منتشر قوي. يعني خالص، يعني ممكن تلاقي في التاب دانسينج مثلا عندي 40 50 حد في الكلاس، مقارنه مثلا بالباليه لا بيبقى عنده مثلا ما شاء الله يعني 300 وكذا. فكله متجه ناحيه الباليه. بالظبط. التاب دانسينج عامل ازاي يعني؟ يعني اتعلموا ايه طيب؟ هيطلعوا بيعملوا ايه؟ بالظبط. طيب احنا معانا فيديو دلوقتي هنروح نشوفه بيشرح اكتر او في تفاصيل اكتر عن فن الكلاكات، هنطلع نشوفه ونرجع مره ثانيه.
ورجعنا لكم تاني لسه مكملين مع ليوني. يعني احنا عايزين نعلق معاكي على الفيديو لانه في الفيديو في اخوكي كمان ليون. ايوه ليون وليوني. اوكي عيله فنيه كلها ما شاء الله. يعني الشو حلو جدا بس عايزين نعرف اكتر او نفهم الشو ده عباره عن ايه بالظبط والخطوات بتبقى عامله ازاي وكل حاجه بحساب يعني والرقص رجلين بس ولا في ايدين معاه؟ ما هو انا هحكي لكم بقى. التاب دانسينج بنعمله بطريقتين يعني اكشلي هو ليه طرق كتير قوي يعني ممكن يترقص على ميوزك جاز ممكن يترقص من غير ميوزك اصلا ممكن يترقص على مزيكا فيري كلاسيكال بتاعت فرانك سيناترا وكده حاجه امريكان فيري كلاسيكال قوي كده زي فريد استير وكده وممكن يترقص زي ما انتم شفتوه كده بدون ميوزك خالص علشان بتبقى الارتام هي اللي عامله الميوزك كلها ساعات بنخلي فيه انتر اكشن ما بين الجمهور وما بيننا فبيدوا كمان بيتس اكتر فبتبقى لطيفه قوي زي اللي حصل دلوقتي على الشاشه. ليون ليون اخويا والبارتنر بتاعي هو اخويا الصغير الحقيقه قوي يعني اصغر مني برضه 12 13 سنه ما نقولش برضه ما بقاش باين يعني لا انا مبسوطه جدا انه اني اقول انه ليون بقى ماي بارتنر وهو اصغر مني ذات ماتش يعني الاول كان بيبان الفرق دلوقتي واحنا اون ستيج ما بقاش يبان الفرق يعني مع انه في فرق سن بس هو ما بقاش باين اصلا حلو حلو هو برضه دلوقتي بيدي كلاسز تاب دانسينج و بس فهو بنعمل الكوريوجرافي على اساس انه احنا نكون احنا كاننا بنعمل توزيع مزيكا جديد وكل واحد ما فيش حاجه محفوظه معينه دي بتبقى كوريوجرافي للشخص نفسه يعني دي كوريوجرافي ليون وبس كده فهم بيطلعوا بقى بس بيبقى من اصعب بقى ما يكون انه يعملوا حاجه بدون مزيكا المزيكا شويه بتغطي لو في غلطه لو حصلت في غلطة مثلا او حاجه وكده فبس ديت يعني الغلطه بتبان قوي يعني حتى اللي ما يعرفش تعب بيبان بالزبط. يعني بيبقى في ديستورشن رشاز طالع بس. طيب عايزه اسالك احنا يمكن قبل ما نشوف الفيديو انت اصغر مدربه لرقص الكلاكات في دار الأبر مظبوط كلمينا بقى عن الخطوه دي يعني ايه اللي حصل مرعبه ازاي كانت مرعبه نمتي عليها ازاي هو اللي حصل انه انا والدي عايش في ايطاليا انا مولوده في ايطاليا وهو عنده مدرسه هناك وبس هو كان مصر انه يعلمني عربي في بلدي مدرستي ويدخلنا كلنا فرانكوفان كلنا فرنسي دخلنا هو بابا عنده فيجن معينه كده فجينا وبعدين استاذ ابراهيم بغدادي الله يرحمه دكتوره تيبا كانت بتدور على حد يدرس تاب دانسينج في الاوبرا سنه 99 تقريبا قبل 98 تقريبا فاداله استاذ ابراهيم بغدادي رقم بيتنا فكان بابايا مسافر فقلت له ان في كذا كذا فنزل قابل دكتوره تيبه فابتدى الكلاس فعلا في دار الاوبرا المصريه اند ذن اضطر يسافر تاني انا هو مش عايش هنا فمين بقى مسك الكلاس انا اللي مسكت الكلاس فطبعا كانت مسؤوليه فظيعه طبعا انا ممكن ادرس عادي بس يكون بابايا معايا وبعدين الاوبرا فيها عمالقه الحقيقه بيدرسوا مش تاب دانسينج بس اوريدي عمالقه فانا كان عندي 17 سنه الحقيقه يعني انا كنت لسه داخله اولى جامعه وبتدربي وبدرس بدرس ف بس طبعا يعني حصل اكيد حاجات كتير بس كانت دكتوره تيبا الحفني الله يرحمها كانت سبورت رهيب ليا يعني شي بيليفز ان مي بزياده يعني كانت مصدقه قوي ان انا ممكن اطلع حاجه لحد بعد السنه طلعت شو بسبعه زي ما قلت لكم بما فيهم انا فهنا بقى ابتديت احط شويه انا هنا ايوه يا جماعه بصمه بالظبط بالظبط طيب احنا هنطلع نشوف فيديو دلوقتي لاطفال وهم بيرقصوا الكلاكات أوكي. يلا بينا يلا Thank you.
يعني بعد ما شفنا الفيديو كده والاطفال وقد ايه شكلهم مبهج وقد ايه فعلا صوت الايقاع اللي هم بيعملوه حاجه فن مختلف تماما، انا نفسي بصراحه اتعلم كلاكات. ينفع وانا كبيره كده؟ ينفع بجد؟ ينفع. بصي، وانا بالنسبه لي اي نوع من انواع الرقص ممكن تتعلميه بالباشن اللي عندك، لا لي علاقه بالسن، انا ده وجهه نظري انا الشخصيه. اوكي. ولا لي علاقه بالسن ولا بالوزن ولا بالشكل ولا باي حاجه، صح، وشغف واراده. بالظبط. فانت لو عايز تعملي حاجه هتعمليها، مفيش كلام. وتاب دانسينج بالذات ملوش اي ثلاثه علاقه بالوزن خالص، انا عدو جارانتيد، يعني ملوش اي علاقه. الحاجه يعني هترقصيه بس ممكن ليتران علشان الافرت كله على ركبك وكده، فشويه تتعبي ركبك توجعك او كذا. فكره في ناس رفيعين جدا عندهم خشونه، يعني أيوة هو ده مش بتاع التاب دانسينج اصلا. انا ببرر لنفسي عشان افضل قاعده كده ما بعملش اي حاجه. يعني طب ايه اللي التاب دانسينج محتاجه بالظبط عشان مثلا سواء حد صغير او كبير يروح يقول انا عايز اتعلم فن الكلاكات، ايه اللي هو محتاجه سواء بقى ذهنيا او بدنيا؟ اوكي. بدنيا انا مهم قوي عندي انه ما يكونش عنده تقوس بس. ذهنيا لازم يكون عنده تركيز، ولو عنده تركيز ولو قليل مع الوقت معايا بيتعلم يركز اكتر، يعني بيفوكس اكتر، لانه عارفه التوافق العضلي العصبي، انت بتركزي في كذا حاجه، يعني بتركزي انك بتعملي الستيب، بعدين بتعملي الستيب مع جروب، وبعدين بتعملي ستيب مع جروب على مزيكا، وبعدين بتشغلي ايدك عكس رجلك، وده بيروح هنا وده بيروح، ففي تركيز كتير. فلازم يكون يعني على الاقل الواحد مركز شويه، بس بيقوى تركيزه اكتر مع التمرين. اللي بيبقى لازم بقى مهم، ده انا مش هعرف الحقيقه اعلمه، ان يبقى عنده شويه اذن موسيقيه. يعني احنا في ناس حرام ما بتعرفش تمشي مع المزيكا، حتى لو في مزيكا ما تعرفش تسقف مع المزيكا، يعني المزيكا بتبقى في حته وهم في حته، فدي انا مش هعرف اعمل فيه حاجه الحقيقه خالص، يعني مش عارف هعلمهم يعدوا مزيكا وكل حاجه بس. طب لو واحد بيحب الكلاكات بس ما عندوش اذن موسيقيه، صعب قوي صدقيني، يعني صعب قوي، مش عارفه. صعب صعب، ممكن يرقص بقى لوحده بالظبط، لوحده بس مش وسط جروب ولا مزيكا، مش في وسط، صعب. ما هو بيبقى غصب عنه، يعني هو مش بيقصد ان هو يعمل الديفو، ومش بيقصد ان هو يبقى غبي، هو ودنه مش يعني يعني حرام حرام بقى. طيب انت بداتي كمان ان انت تصممي رقصات، احكي لنا بقى عن الخطوه دي، وصممتي كام رقصه لحد دلوقتي؟ بصي، هو زي ما قلت لك، علشان انا كبرانه في بيت كله شغل ورقص وكده، فانا بعرف الف من وانا صغيره على سكيل صغير. وطبعا كان بيصلح لي والدي، واعمل رقصات في مدرستي، انا عندي دفعتي لحد دلوقتي في مدرستي فاكراني كويس قوي، فاكره اليونير الرقصه اللي عملناها مش عارفه فين كذا. فانا بتعود اتعلم ازاي اعمل كوريوجرافي من وانا صغيره. وانس ان انت بداتي تمسكي كلاس وعلمتيهم خلاص ستابس، طب هيعملوا ايه بالستابس دي؟ ما هو لازم يوظفوها، صح. مفيش حد في مصر عنده يعني تاب دانسينج فيجن ان هو يعرض مثلا، ان هو او حتى يعمل لي كوريوجرافي، ما هو ما عندوش الماتيريال اللي هيعمل بيه كوريوجرافي، فمش هيعرف قوي يعمل كوريوجرافي زي ما انا حساها. فابتديت تصممي، لازم كده كده انا اللي اعمل الكوريوجرافي لنفسي. فونس ان انا بدات ادرس، بدات على طول اعمل كوريوجرافي. عملت قد ايه رقصات؟ لا كتير الحقيقه قوي، بس في رقصات لا ما عدتهمش، بس هم كتير قوي. يعني لو انا بص انا قلت بقى لي 22 سنه بدرس، لو لو كل شو طلعت لو كل شو مثلا كل سنه طلعت 15 16 رقصه، فلا حاجه كتير. بترقصي على السلم وانت نازله زي ما بنشوف الافلام؟ بس كل الحاجات دي لازم تبقى ليها ارضيات معينه، يعني يعني ما ينفعش كده مش اي ارض وخلاص. لا 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 طبعا، لا طبعا، لانه في ارضيات بتزحلق جدا، في ارضيات مكتومه مثلا ما تطلعش صوت، فبتحتاج مايكات فلور اسمها كده، مايكات كوندنسر كده بتتحط عشان تطلع صوت. احنا في مصر حتى المسرح بتاعنا مش مؤهل قوي ان بدأت احنا تدبدل. ايوه بدات، ايوه حاسه. يعني انت مش بس بداتي التدريب وان انت تدربي ناس وان انت عندك 17 سنه، لا انت كمان بتفكري او اوريدي بداتي تعملي مدرسه للفن الكلاكات. قولي لي ايه اللي المدرسه بتقدمه او ايه الجديد او المختلف عن مثلا الكورسات او التدريبات اللي بتتاخد في الاوبرا؟ طيب انا هحكي لك. اولا انا لما فكرت ان انا افتح مدرسه ما كنتش، يعني انا اوريدي بدات الحمد لله، كان حظي حلو قوي اني بدات
في مؤسسة محترمة جدا وهي أكبر طبعاً مكان طبعاً. أدرس فيه، ده كان من حظي يعني، مش أي حد بيبقى عنده الحظ الكويس طبعاً. ده فاتعلمت فيه حاجات كتيرة قوي، وأكتشلي والدي علمني أنه to be very loyal للمكان اللي أنا بدأت فيه ده، لأنه زي ما أنا اديته هو حيديني وكتير it's very true. يعني الأوبرا ادتني اسمه وادتني مسرح وادتني opportunities كتير لحفلات كتيرة، بتدي ثقة كده ان انت تقولي ان انت اول ما بدأتي كان في دار الأوبرا. جدا 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 ستيل لحد النهاردة يعني انا فخورة ان انا بنت هناك يعني. انا دايما حتى الإدارة كل حاجة بيقول دي بنتنا يعني صغيرة بقى. انا كنت لو عندي مشكلة يعني زمان معروفة انه ما عنديش الشطاره اني احكي المشكله بعيط على طول فهي دي الطفله بتاعت الاوبرا يعني. ف لما بدات في الاوبرا وفكرت ان انا افتح مكان تاني، الحقيقه اللي خلاني افكر افتح مكان تاني انه في ناس بعيده قوي مش عارفه تيجي الاوبرا. فلما جيت فتحت مكان فتحته توتالي عكس مكان الاوبرا علشان بس يسيرف الناس اللي هناك. ما كنتش حابه خالص افتح جنب الاوبرا. ليه؟ ما انا اوريدي في الاوبرا يعني ما حدش يعمل كده. ففتحت الناحيه الثانيه، وبما انه دايما طبعا انا اتعلمت انه يعني ما ينفعش يبقى عندك نوع واحد من الرقص، كان نفسي اعمل اوبرا صغيره يعني زي ما اتعلمت او شفت كان نفسي تعملي مدرسه. فانا عملت مدرسه فعلا وفيها اول تايب اوف دانس. حلو. طبعا فيها تاب دانسينج وفيها اول تايب اوف دانس، واكشلي انا ما بدرسش غير في مدرستي وفي دار اوبرا مصريه والحقيقه في الجامعه الامريكيه، لانه هي ام بالنسبه لي النوع ده من الفن. وطبعا في اسكندريه كمان. حلو بدرس. حلو قوي. طيب انت عملتي كمان مسابقه تخص رقص الكلاكات، كلمينا عنها. بصي هو ما كانتش بس للكلاكات، بس هي كانت رقص يعني مسابقه رقص الحقيقه ضمت كل انواع الرقص للاطفال وللكبار طبعا، بس للهواه، لان الهواه لازم يخشوا حاجات كبيره قوي اسم ساعات ما بيعرفوش يوصلوا لها او بيبقى ليها ريستريكشنز سفر وحاجات كده. فحبيت ان انا اعمل حاجه موجوده هنا بطريقه كويسه. فعملت فعلا كومبيدانزا كان اسمها كده، اسمها حلوه قوي. عملنا جالنا فوق مثلا 50 60 حد يعمل اوديشن، وخدنا منهم 15. احنا دانزون او عامه التاب دانسينج كان بره المسابقه، لانه انا كنت واحده من الجادجز. اوكي. فما كنتش حاسه خالص انه هيبقى فير ان ابقى انا الجادج اللي بجادج عيالي يعني. اكيد. مش لوجيك. فانا احنا كنا بره الكومبيتيشن، وكان معايا ناس اسامي كبيره جدا، ومن الناس اللي دايما بصراحه كانت بتبوش مي دايما يعني دكتور مجدي صابر رئيس الاوبرا، فهو كان اكتر حد ساعدني في الموضوع ده وساعدني في الجادجمنت وكل حاجه. نورتينا اليوني، فخورين بيكي ومبسوطين جدا جدا ان انت كنتي معانا النهارده. انا كمان قوي. ميرسي يا نورا. ميرسي يا نورا. ميرسي ليوني، نورتينا. شفتي قلتها اهي. وعدك ان احنا نحاول نعمل كلاكات. ارجوكم مستنياكم. اوكي ان شاء الله. كده يا جماعه احنا حلقتنا خلصت النهارده، نشوفكم في حلقه جديده من انبوكس كلها فقرات يا رب تعجبكم دايما. باي باي. مساء الخير واهلا بيكم في يوم جديد وفقره جديده من عيش صح. الحقيقه السمنه المفرطه مشاكلها كتير جدا جدا، وقبل كده اتكلمنا ان السمنه المفرطه دي دلوقتي بقى علاجها عن طريق حاجتين، عمليات تكميم المعده وتحويل المسار. النهارده هنتكلم على طريقه علاج السمنه المفرطه لكن عن طريق تحويل المسار. ايه المميزات بتاعه تحويل المسار واللي منها بتختلف عن تكميم المعده، ومين هم الناس اللي يناسبهم عمليات تحويل المسار؟ لكن اسمحوا لي في البدايه قبل ما نبدا فقرتنا نرحب بضيف فقرتي النهارده دكتور كريم صبري، استاذ دكتور جراحات السمنه والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنه والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدراليه الدوليه لجراحات السمنه والسكر، وزميل الكليه الملكيه للجراحين بلندن، وعضو كليه الجراحين الامريكيه. مساء الخير يا دكتور. اهلا. مساء الخير. ازيك يا شيرين؟ الحمد لله كويسه. دكتور كريم، عايزين النهارده نتكلم على عمليات تحويل المسار اللي يمكن عليها جدل كبير. ناس كتير قوي تفضل تقول ان عمليه تحويل المسار دي بيحصل بعد كده مضاعفات، وناس بتجيب معاهم نتائج مذهلة، وناس تانية بتفضل تكميم المعدة. طب لو هنتكلم الأول على تحويل المسار، هي عبارة عن إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اسمح لنا حيا حضرتك وكل السادة المشاهدين. الحقيقة طبعا جراحات السمنة بصفة عامة زي تحويل مسار المعدة، تكميم المعدة،
تحويل مسار المعدة فيها منها أنواع كتيرة جدا، في منها تحويل مسار المعدة اللي هو المصغر اللي هو الميني، وفي تحويل مسار المعدة الكلاسيكي، تحويل مسار الاثنى عشر، تحويل المسار مع التكميم اللي هو الساسي أو البايبرتيشن. الحقيقة طبعا في منظومة كبيرة جدا اسمها تحويل مسار المعدة، منها عمليات كتيرة، احنا بنختار العملية المناسبة لكل مريض مناسب. فكرة تحويل مسار المعدة ان هي يمكن المعيار الذهبي لجراحات السمنة او هي الاساس لجراحات السمنة، يمكن من 1960 وعملية تحويل مسار المعدة بتتعمل، بس كانت عن طريق الفتح الجراحي. بداية من التسعينات ابتدى تتعمل بالمنظار الجراحي خلال فتحات صغيرة، الى ان تصل الى الوقت بقى ابتدى يقل دلوقتي اب تو ان هي بتعمل في 40 دقيقة تحويل مسار المعدة. كان زمان بتعمل تحويل مسار الكلاسيكي لكل الناس، دلوقتي احنا بنحتاج نعمله برضو ببعض الناس اللي عندهم ارتجاع مريء شديد، بنعمله تحويل مسار الكلاسيكي اللي هو عبارة عن وصلتين. تحويل مسار المعدة المصغر هو ليس مصغر، هو ليس ضعيف، هو ليس عملية صغيرة، ميني، مش كده خالص. اوكي، اتمنع الاسم دلوقتي خلاص من المؤتمرات الدولية، وبقت تسمى او اي جي بي او وان انسموز جاستريك باي باس، او تحويل مسار المعدة ذات الوصلة الواحدة. لان يمكن الناس فاكرة انه تحويل مسار المعدة المصغر او الميني جاستريك باي باس او تحويل مسار اللي هي الاوميجا لوب ده معناه ان هي عملية صغيرة. لا، هي مش يعني، ودايما يقول لي تحويل مسار الكلي ولا الجزئي المصغر. السؤال غلط من الاصل، والاجابه عليه لازم تكون واضحه لكل الناس، ان تحويل مسار اللي هو المصغر اللي الناس كلها بتعمله دلوقتي، اللي كل الناس اللي تقريبا في مصر اب تو 99% من الناس اللي بيعملوا تحويل مسار معده المعده بيعمل تحويل مسار المعده المصغر، هو مصغر لسبب ان هي وصله واحده مش وصلتين، وهو مش ضعيف، ده بالعكس ده هو اقوى من تحويل مسار المعده الكلاسيكي، لان احنا بنستبعد جزء كبير من المعده اب تو 2 متر كاملين، وده اكتر شويه من تحويل مسار المعده الكلاسيكي. هو الفكره انه مش هتفرق العيان تحويل مسار معده مصغر او كلاسيكي، الا ان هي اسهل بالنسبه للجراح لان هي وصله واحده مش وصلتين. لكن الافضل تحويل مسار المعده الكلاسيكي بنستخدمه في بعض الحالات المعينه، هي عمليه لينس شويه اطول شويه، بنستخدمها في واحد عنده ارتجاع شديد في المريء، ما ينفعش نعمله تحويل مسار معده مصغر، الاحسن منه تحويل مسار المعده الكلاسيكي. واحد عمل تدبيس معده سابق وفاشل ومش قادر يعدله، بنعدله لتحويل مسار المعده الكلاسيكي في معظم الوقت، لان طبعا طول المعده اللي هو باقي فوق الشبكه للناس اللي هي عملت تحويل مسار، اللي عملت تدبيس معده وعارفين قصتها، بيتوفر جزء من المعده احيانا بيبقى صغير، ما ينفعش نعمل تحويل مسار المعده المصغر، بنعمل تحويل مسار المعده الكلاسيكي. فاذا كان الجراح اختار لك تحويل مسار المعده الكلاسيكي يبقى ده الاصح بالنسبه لك، لو اختار لك تحويل مسار المعده المصغر يبقى ده برضو الاصح بالنسبه لك، بناء على المعلومات الطبيه وتاريخ المرض بتاعك وتاريخ العمليات السابقه. فلكن هم كلهم بيبقى فيهم جزء اللي هو تقليل الاكل وزياده نسبه الشبع، لان جزء المعده والاثنى عشر وبدايه الامعاء اب تو 2 متر بنستبعدهم خالص، وده بيقلل الجوع خالص، لان هرمون الجريلين بيقل افرازه خالص لان الاكل مش بيعدي عليه. اوكي، وكمان بيقلل امتصاص 70% من السكريات والدهون، ودي تقريبا الانمي الكبير او العدو الكبير لكل الناس المصابه بالسمنه المفرطه. فاذا قللنا كميه الاكل، زودنا نسبه الشبع، قللنا امتصاص السكريات والشوكولاتات والايس كريم والدهون لنسبه قد تصل ل 70%، يبقى انت خدت كل فوائد عمليات السمنه في تحويل مسار المعده، سواء مصغر او سواء كلاسيكي او حتى تحويل مسار 12. طيب امتى حضرتك يا دكتور كريم بتفضل ان انت تعمل عمليه تحويل المسار عن تكميم المعده؟ الحقيقه طبعا احنا بنعمل يعني عمليه تحويل مسار كستاندردايزد بروسيجر لكل الناس، يعني انا افضل ان انا اعمل تحويل مسار لكل الناس، لكن في بعض التحفظات عليها لازم تتقال بوضوح. اوكي. طبعا تاثير عمليه تحويل مسار المعده على المريض اللي هو عنده مرض السكر، تحويل المسار هي علاج جذري للناس المصابه بالسكر، فاذا كنت انت مريض سمنه مفرطه وعندك سكر مش منتظم وعم تاخد انسولين وابتديت تاخد جرعات عاليه من السكر من علاج السكر، انا شايف ان احنا بنعمل عمليه تحويل مسار المعده كعلاج للسمنه المفرطه قوي على المدى البعيد والمدى حتى القصير، وكمان علاج جذري لمرض السكر المباشر، يبقى اذا بنعملها في الناس المصابه بالسكر. جاء اختيار اول، الناس المصابه بالسكر لا، اختار تحويل مسار المعده كحل اول وحل اختيار افضل. نمره 2، الناس اللي هم عاملين عمليات سابقه زي عمليات تدبيس المعده او عمليات تكميم وفشلت،
اعمل تحويل مسار، ما تعيدش تاني بقى تكميم المعده. لا، الافضل ليك اعمل تحويل مسار المعده، لان عاده هتعالج لك بقى شويه الارتجاع الموجودين، هتساعدك شويه في انقاص الوزن اللي فشلت اللي انت بتنزله بعمليه التكميم لو فشلت. اوكي، فانت تعمل بقى تحويل مسار بعدها. واحد عنده ارتجاع شديد في المريء وعنده يعني حموضه زايده او فاتح حجاب حاجز كبير، لا ابتدي اعمل تحويل، ما تعملش تكميم، هي افضل على المدى البعيد، بتعالج الارتجاع وبتعالج فتق الحجاب الحاجز، بنصلحه معاها، وكمان بتنزل لك وزنك على المدى البعيد. نمره 2، هي كمان اختيار موفق للعيان المثقف اللي هو حريص على نفسه، اللي هو يعني على المدى البعيد هيحافظ على نفسه شويه، ياخد شويه فيتامينز على المدى البعيد. طب اذا كنت انت مش من الناس اللي بتحب تاخد فيتامينات، لا خليك بقى في الجانب بتاع التكميم، ولان طبعا ما بعد تحويل مسار المعده المصور انت محتاج، او التقليدي اللي هو الكلاسيكي، محتاج شويه فيتامينز ما بعد العمليه. وكمان يا دكتور، دايما يعني في حواراتي اللي كانت قبل كده مع حضرتك كنا دايما بنتكلم ان تحويل المسار بيجي اكتر للناس اللي بتحب السكر او اللي عندهم شراهه في اكل السكريات، والتكميم للناس اللي عندهم شراهه في الاكل ستيل برضو. ستيل موجود يعني، الكلام ده طبعا ابتدى يتغير شويه، لكن ما زال استخدام تحويل المسار هي بتقلل 70% من امتصاص السكريات والدهون، وبالتالي الناس اللي هم سويت ايترز افضل لهم تحويل مسار المعده اكتر من التكميم. لكن حتى ايفن مع تحويل المسار لا يجب خالص ان احنا نسرف في استخدام السكريات. هنكمل تاني حوارنا مع بعض يا دكتور، لكن هنطلع نشوف التقرير اللي جاي ده ونرجع على طول. هنشوف مع بعض التقرير ده ونرجع لكم على طول. رحيم، انا الدكتور كريم صبري، استاذ جراحات السنه والمناظير بطب عين شمس. زي ما بنوعدكم دايما ان احنا بنقدم لكم كل جديد. دي الدباسه الذكيه او الانتليجنت سيستم اللي هو فيها سوفت وير كمبيوترايز. الدباسه دي مش بس باور، لا ده كمبيوترايز كمان، فيها سوفت وير كمبيوتر صغير بيعكس كل ما يحدث في الانسجه على الدباسه. ده سوفت وير اللي هو يديك الشاشه خضراء، بيسجل عدد الحالات، بيسجل عدد الغيارات، حتى الطول نفسه، السنسيشن للانسجه في حد ذاته. الحقيقه طبعا احنا الدباسه دي سلسه جدا في كل حاجه، بتساعد الجراح وبتساعد العيان بكذا طريقه. اول حاجه احنا بنستخدم تراي ستيبلر تكنولوجي اللي هو بيقلل نسب النزيف ونسب التسريب الى اقل. حتى الدباسه طبعا لما بيركب فيها الغيار بتبقى عارفه ان الغيار بيترجم ده على طول على الشاشه وتديك الاوردر اللي بعده. طبعا الدباسه ممكن ليها اتجاهات كتيره جدا، ممكن تلف زي ما احنا شايفين كده، ممكن تقفل، كل الحاجات تكون كمبيوترايزد ومترجمه طول الوقت، اي حركه في الدباسه تترجم على الشاشه. خلينا نشوف ازاي احنا بنستخدم الدباسه الذكيه، او ازاي ان هي ذكيه يعني، او يعني هي ليه يقال عليها الانتليجنت سيستم، يعني حاجه فعلا ممتعه للجراح. والحقيقه طبعا زي ما انتم شايفين هوريكم دلوقتي فرقت في الانسجه ازاي بالنسبه للنزيف وبالنسبه للتسريب. زي ما احنا شايفين الدباسه يعني سلسه جدا. هوريكم حاجه بعد ما خرجت، هي خلاص يعني اخر سنتي من الغيار بتديك خلاص زيرو، حتى انت ماشي سنتي بسنتي بسنتي بتديك طبعا طول الوقت انفورميشن على ان انت خلاص. عايز اوريكم حاجه بقى سوشيال لاين، ممكن نقرب منه من الشاشه شويه، نقرب من الشاشه لو سمحتوا. السوشيال لاين ما فيهوش نقطه دم، يعني الكومبريشن كويس جدا، يعني جميل جدا عشان تراي ستيبلر تكنولوجي، حاجه يعني في منتهى الفخامه، حاجه جميله، فيري سيف فيري سيف. فانا شغالين في عيانه يعني وزن كتير، والحقيقه طبعا انه النتائج زي ما انتم شايفين هايله جدا جدا جدا. شكرا، وهوريكم فيديوهات ثانيه كتير على التراي ستيبلر تكنولوجي والدباسه الانتليجنت او الدباسه الذكيه او الدباسه السيجنيا من شركه ميدترونيك. الدباسه الذكيه دي هي احدث تقنيه في عالم جراحات السمنه المفرطه يا دكتور، وطبعا بتستخدم في عمليات التحويل والتكميم وكل حاجه. ايه مميزاتها بالنسبه لحضرتك كجراح وبالنسبه للبيشنت؟ انا زي ما قلت لحضرتك، انا اتمنى ان انا يبقى يجي اليوم للناس تكون عندها القدره الماديه اللي تخلينا ان احنا نقدر نعمل لهم كلهم بالدباسه الذكيه. الدباسه الذكيه مشكلتها فقط
فقط في الاسعار بتاعتها لان هي غاليه شويه، بتعتمد على كذا تقنيه بقى، تراي ستيبلر تكنولوجي في نوع الدبيس نفسها، هي بتستخدم دبيس اللي هي ثلاثيه، التدبيس الثلاثي اللي هي ثلاث ابعاد للدبوس، بحيث ان احنا مفيش اي احتماليه للنزيف، مفيش اي احتماليه للتسريب. النمره الثانيه هي بالنسبه للجراح حاجه كده يمكن سهله الاستخدام، ما فيهاش اي ميكانيكال فورس انت بتستهلكيه ولا اكزيرشن، ما فيش اي ستريس عليك خالص من اي نوع. التفاعل الذي يتم ما بين الدباسه والسيكنس بتاع الانسجه او قد ايه مشت الدباسه في النسيج نفسه او سرعتها هي بتحدده بنفسها، يعني هي لا تقبل لو سمك النسيج اكبر من حجم الدبوس هي مش هتفاير اصلا. يعني هي بتمنع الجراح ان هو ياخد خطوه ربما ما تكونش في صالح العيان. وبالتالي حاجه سهله بالنسبه للجراح. طب يتنعكس على العيان كمان، لان الجراح لو مستريح وكل الامور ماشيه كويس، لان حاجات كلها ميكانكس، احنا لو مستريحين العيان اكيد هياخد نتيجه اعلى بالنسبه لنتائج العمليه، بالنسبه لتقليل نسبه التسريب، تقليل نسبه النزيف، وقت عمليه اسرع، جو عمليات راقي، يعني زي ما شفنا كده وقت العمليه نفسه اقل من أقل المفروض طبعاً. اللي احنا عارفينه اللي هي المده يعني المتوقعه اللي هي 20 دقيقه، وشكل بتبقى اقل من كده احيانا في التكميم بتكون اقل من كده، وربما يكون لو اوزان اعلى شويه بتبقى ازيد من كده، يعني أوكي. على حسب حاله التايم بالنسبه لنا نو فاكتور يعني، لكن هي بتسهل الامور اسرع واكتر واحسن على المدى البعيد. واحنا زي ما شفنا شكل النسيج نفسه في حد ذاته الفيتاليتي بتاعته كويسه، ما فيش نقطه دم، الدنيا محكمه قوي يعني. انا تراي ستيبلر تكنولوجي باورد كومبيوترايزد. خليني برضو دكتور ننوه على صفحه حضرتك على الفيسبوك بيج، اهي قدامنا دلوقتي على شاشه، لاي استفسارات او اي اسئله في فريق عمل كامل متكامل كرو 24 ساعه بيرد على كل اسئلتكم على الفيسبوك بيج عند دكتور كريم صبري. طب دكتور كريم، لو هنتكلم بقى على مركز حضرتك بيتميز عن بقيه المراكز الثانيه في عالم جراحات السمنه المفرطه في ايه؟ اول حاجه السيستم المحكم، بدايه من اصغر واحد لاكبر واحد، يعني حتى احنا تجهيز العيان ما قبل العمليه لابد ليه احكام وليه فريق متمكن جدا من تحضير العيان. العمليات نفسها احكاما لازم يكون خبره للجراح، يعني خبره يعني ابديتد بكل التفاصيل بتاعت العمليات. نمره اتنين، لازم يكون في مكان امن، المكان يكون مجهز كويس قوي ببنك دم، يكون رعايه مركزه. نمرة ثلاثة، يكون في أستاذ تخدير متمكن خبير بإجراء جراحات السمنة بسهولة، ينام عيان رقبته قصيرة، عنده دهون في الحلق كتيرة، عنده أسراك في سليب أبنيا، ويقدر يصحي. دي حقيقة. وكمان المتابعة، والمتابعة ما بعد العملية، ما بعد العملية دي عند حضرتك ممتازة. أنا بشكرك جدا يا دكتور كريم على وجودك معايا النهاردة، إن شاء الله هيكون لينا فقرات مختلفة مع بعض. شكرا جزيلا. كان معنا الأستاذ دكتور كريم صبري، أستاذ دكتور جراحات السمنة والمناظير بطب عين شمس، استشاري جراحات السمنة والمناظير بمستشفى وادي النيل، عضو الفيدرالية الدولية لجراحات السمنة والسكر، زميل الكلية الملكية للجراحين بلندن، وعضو كلية الجراحين الأمريكية. استنونا لسه معنا فقرات مختلفة من عيش صح. مشاهدينا اهلا بحضراتكم وفقره جديده من عيش صح. وقعت مصر وجنوب السودان اتفاقيه للتعاون بين الجانبين في مجال الادويه، ووقعت الاتفاقيه في اطار قانوني ينظم العلاقات بين البلدين في مجال الادويه، وقام بالتوقيع عن الجانب المصري المهندس حمدي الدبيكي رئيس مجلس اداره شركه الدبيكي فارما لصناعه الدواء، ووقع رئيس مجلس اداره الهيئه العليا لمؤسسه جنوب السودان للتنميه والاعمار، وذلك لانشاء مصنع للادويه بجنوب السودان، بحضور العديد من وسائل الإعلام السودانية والمصرية، في إطار التوجيه الذي يتبناه الرئيس عبد الفتاح السيسي لتشجيع الاستثمار المصري في أفريقيا. يلا مع بعض نطلع نشوف التقرير اللي جاي. تم التوقيع الاتفاقية لمذكرة التفاهم بين مستشفى جنوب السودان لطب الحديث وشركة ABK، والمذكرة تم التوقيع فيه في دراسة زمن طويلة، واتفقنا أولا يكون في توريد الأدوية وكل
المجالات الحاجات الممكن يتعلق لساعه والشركه يتزموا الاساس اللي تريده في الاستدال الاستقبال هذه الشركه التعاون للسلام والاستقرار لدول جنوب السودان وجاسة لكل قدمات ودول جنوب السودان الان مثل للسلام والاستقرار ومتبقي الاستثمارات او المستثمرين عشان يجي يوصل قدمات وده الاهداف المذكره تم التوقيع له. لازم ندرس احتياجات اخواتنا في جنوب السودان ايه ونمدهم بالادويه المصريه من مصانعنا او من مصنعنا وندرس فعلا مدى احتياجهم لانشاء مصنع هناك والمصنع ده هتكون نوعيته هيشتغل ايه يعني ايه هيركز على ادويه ايه طبعا وفقا للامراض او نسبتها في هناك في جمهوريه السودان. جنوب السودان بلد تحتاج كل شيء وعندهم ثقه جامده جدا في الجانب المصري للاستفاده بالخبرات الموجوده عندنا. واحنا عملنا عمليه تسويق لايماننا بالفكره وفعلا موجود دخل معنا شركات كتيره جدا في كل الاتجاهات. فانا شايف الاتجاه ده في مجال الادويه هم محتاجينه جدا لان كل الاستهلاك بتاعهم بيعتبر من خارج استيراد كله. فدي فرصه عظيمه جدا للشركه ولتعظيم ارباحها. والتواجد وذكر اسم مصر في المكان ده هم محتاجيننا جدا واحنا محتاجينهم. بنوقع بروتوكولات عديده وطبعا منهم البروتوكول مع شركه دي بي كي. والحقيقه ده بيخدمنا جدا وبيخدم شعب جنوب السودان كله والدول الافريقيه المحيطه بيهم. مش بس انا بتكلم على جنوب السودان، احنا مجلس الاعمال بتاعنا ممتد تفاعلاته وعلاقاته للست دول المحيطه بجنوب السودان. الحقيقه مجال الصحه ومجال الادويه ده مجال شديد الاحتياج ليه في جنوب السودان، هو والتعليم. الحقيقه دول مجالين فيهم اهم من المجالات. فقرة جديدة من عيش صح. فقرتنا النهاردة عنوانها دعامة العضو الذكري عند الرجال في مركز مصر للذكور. الحقيقة ما يقرب من 150 مليون مواطن في العالم كله من الرجال بيعانوا من الضعف الجنسي في مختلف الأعمار ومختلف البلاد. خلينا نقول أن مختلف الأعمار يعني من سن كبار السن اللي هم بداية الستينات لمنتصف العمر اللي هم الثلاثينات وطبعا بداية العمر في العشرينات. هنعرف أكتر عن موضوع الضعف الجنسي وكمان هنعرف مع بعض طرق العلاج اللي هي الدعامات. لكن اسمحوا لي في البداية قبل ما نبدأ فقرتنا نرحب بضيف فقرتي النهاردة دكتور أحمد العياشي استشاري جراحة الذكورة وعقم الرجال بمركز مصر للذكورة، استشاري جراحة الذكورة والمسالك البولية بالمستشفيات والمعاهد التعليمية. مساء الخير يا دكتور. مساء النور يا فندم. أهلا بك في عيش صح. الحمد لله تمام. دكتور أحمد، يوم جديد وفقرة جديدة عايزين نتكلم فيها على الدعامات. دعامات العضو الذكري دلوقتي بقت من أنجح الحلول اللي يمكن عدد كبير جدا من الرجالة بيتوصلوا إليها بعد طبعا الأدوية والستابس الكتيرة اللي بيعملوها قبل تركيب الدعامات. طيب لو هنبدأ يا دكتور في البداية أسألك يعني إيه دعامة في العضو الذكري؟ أنا هاخد بس الأول من كلامك فعلا اللي أنت قلتيه إن العيان بيكون مر بمراحل قبل كده. أنا لما أقول دعامة دعامة عضو ذكري انا بتكلم على إجراء جراحي. أوكي. بتكلم على عملية. إمتى بقى بناخد قرار إن المريض ده يعمل عملية؟ لازم يكون الاول هو مر بكل المراحل العلاجيه المختلفه الغير جراحيه. يعني انا جربت كل الادويه، جربت حتى الحقن الموضعي وفي الاخر كل الحاجات دي فشلت، فانا بلجأ للاجراء الجراحي اللي هو تركيب الدعامه. ومبدئيا ما عندناش على مستوى العالم اي اجراء جراحي تاني مختلف، يعني هيروح امريكا هيروح شمال هيروح يمين في مصر عندنا هو ده الدعامة. الاجراء هو الدعامه ده. أوكي. الاجراء الجراحي الوحيد. كان في محاولات بطرق تانية مختلفه بس هو ده المعتمد بالنسبه لنا، هو ده اللي ناجح، هو ده الامن، هو ده اللي بيجيب نتيجته. الدعامات هي حاجه مختلفه برضو لازم ده نوضحه عن الدعامات اللي الناس بتركبها في القلب.
لان في ناس ما عندهاش عندها اللبس ده. لا، دعامات القلب شيء مختلف خالص. دعامات القلب دعامات بتركب داخل الشرايين، انما احنا ما عندناش شريان محدد داخل العضو الذكري، ولكن عندنا نسيج بنسميه احنا النسيج الكهفي. عشان اقدر اقرب الامور شويه للمشاهد، بالظبط عارفين الليفه اللي في الحمام عندنا دي العاديه، لو احنا قطعناها من النص وبصينا عليها بنلاقي في تجاويف كده متصله ببعضها بشكل او باخر. هو بالظبط العضو الذكري من جوه عامل كده. كل ده احنا بنسميه النسيج الكهفي. فالدعامه اللي بتركب هي دعامه بتاخد كل الحيز بتاع هذا النسيج الكهفي، وبناء عليه عندنا دعامات انواع مختلفه، عندنا مقاسات مختلفه عشان بتناسب كل الانواع او كل الناس. خلاص. وده بيتم عن طريق عمليه جراحيه. فلازم نفرق الاول بينها وبين دعامه القلب، انها شيء مختلف تماما. الحاجه الثانيه، لازم المريض يمر بكل طرق العلاج الغير جراحيه لحد ما نوصل لهذا الاجراء الجراحي. يبقى احنا كده دلوقتي جاوبنا على ثلاث اسئله في سؤال واحد. تمام. قلنا ايه هي دعامه العضو الذكري، قلنا كمان بنلجا لها امتى بعد. تمام. ما بنروح طبعا الوسائل اللي هي الادويه وغيرها كتير، وطبعا في اي تدخل جراحي تاني لا، هي دي الحل هو بس الدعامه تركيب الدعامة. طيب إيه انما في انواع من الدعامات، انواع الدعامات. في انواع من الدعامات عندنا عنوانين كبار، هو نوعين اتنين كبار من الدعامات، في الدعامه المرنه وفي الدعامه الهيدروليكيه. خلاص. الفرق ما بينهم؟ لا، الدعامه المرنه ده جزء واحد بس خالص. الدعامه المرنه هي لما بتكون واقفه على خط مستقيم بتمثل بتعمل صلابه، وانا في نفس الوقت اقدر اتنيها في اتجاه معين، عشان كده بيسموها الدعامه المرنه. هي جزء واحد صلب بيتحط جوه العضو الذكري. اما الدعامه الهيدروليكيه دي بتتكون من اجزاء. انا كان نفسي اجيب لكم صوره بس للاسف مش موجود معايا دلوقتي. المكونه من اجزاء، اجزاء بتتحط جوه العضو الذكري وفي اجزاء تانية بتتحط جوه كيس الصفن. الشاهد انا في الدعامه المرنه ما بحتاجش ابذل اي مجهود خالص، حاجه بسيطه اقدر اجمع في اي وقت. انما الدعامه الهيدروليكيه بيكون في شويه مجهود من المريض، ان في جزء هو بيضغط عليه علشان اقدر اشغل الدعامه واقدر الغي الدعامه. خلاص. طب هل في فرق بينهم دي الانواع؟ اوكي. طب هل في واحده احسن من واحده؟ لا، هو الافضليه بالنسبه لهم دي بترجع للدكتور نفسه، يعني الدكتور بعد ما يتناقش هو اللي بيقدر يحدد ايه الافضل بالنسبه للمريض وايه اللي يناسبه. يعني مثال، مثلا لو انا عندي شخص هو للاسف عنده ضعف في عضلات ايده او عنده بتر مثلا لجزء من ايده، ده ما يناسبوش الدعامات الهيدروليكيه. لو انا عندي ده يناسب الدعامات المرنه. لو انا عندي شخص يعني حسب برضو حجم العضو الذكري احيانا بيتحكم في الموضوع. بعض الناس ما بيناسبهاش الدعامات الهيدروليكيه مثلا اللي هي ثلاثيه الاجزاء، لان هي مثلا مرضى فشل كلوي وعامله زرع كلى، فدول ما بنقدرش نركب لهم النوع ده من الدعامات. فاللي بيقدر يحدد اني واحد افضل للمريض هو الدكتور، وده بعد المناقشه والتفاصيل بيدخل فيها مع المريض، فبنقدر نوصل لايه النوع الامثل بالنسبه له. طب لمرضى القلب والسكر والضغط اي نوع اللي بيتناسب معهم؟ لا، هنا الحاله المرضيه ما بتفرقش، يعني الحاله المرضيه ما بتفرقش. لا، وده على فكره احنا اغلب مرضانا كده، عشان برضه اطمن الناس ان هو يقول لك اصل ده انا عندي قلب ودي عمليه وانا اصل مريض كلى. لا، هو اصلا احنا معظم مرضانا بيكون عندهم مشاكل طبيه. ما هو بديهي ان احنا العمليه دي ما بتتعملش لحد مثلا ما عندوش اي امراض. لا، غالبا المريض بتاعنا اللي بنوصل بيه لمرحله الاجراء الجراحي هو مريض قلب، مريض سكر، مريض كلى، مريض كبد. انا كان عندي مريض مره مريض قلب وكبد وعامل بتر لرجليه الاثنين. فانا عايز اقول لك ان لا، هي مرضى بيكون عندهم مشاكل طبيه. عايز اطمنهم ان الاجراء نفسه بسيط، ما هوش صعب خالص، ونقدر نتعامل مع اي مشكله طبيه تانية واحنا بنحضر المريض، ودكتور التخدير يقدر يعمل عين عادي خالص، ما فيش اي مشكله، والاجراء نفسه ما فيش منه مشكله على المريض. طب سؤال يا دكتور، هل نوع العملية أو نوع تركيب الدعامة أو نوع الدعامة نفسها بيختلف حسب نوع عمر البيشنت؟ لا خالص، لا العمر ولا الحالة الصحية بيتدخلوا في الموضوع. اختيار الأنسب هي في الأول وفي الآخر بترجع عليه الجراح، خبرته، الفرق بين أنواع الدعامات، وهل المريض ده يقدر يتعامل مع النوع ده ولا ما يقدرش يتعامل مع النوع ده، إيه الأنسب بالنسبة له. خلاص. فده حاجة بيتم النقاش فيها بين الدكتور وبين المريض بتاعه، انما لا مرتبطه بالسن ولا مرتبطه بالحاله الصحيه. طيب، مركز مصر للذكوره من انجح واول مركز يعتبر في مصر بيعالج امراض الذكوره عند الرجال. تمام. ودايما كده زي ما انا بقول في كل فقره في مركز مصر للذكوره، دايما بقول ان هو المركز الوحيد اللي في مصر اللي في ظهر الراجل. تمام، صح كده؟ طيب ايه المختلف اللي انتوا بتقدموه للرجاله في مركز مصر للذكوره في موضوع تركيب الدعامات؟ والله انا شايف ان احنا مختلفين عن الناس في حاجات كتير قوي. اول حاجه الخبره، يعني بنتكلم مثلا مركز بقى لنا 30 سنه، فاحنا عندنا خبره من 30 سنه في اجراء جراحي بيتعمل بشكل يومي. عندنا ناس في مراحل عمريه مختلفه بتعمل هذا الاجراء، ففي تبادل للخبرات، والخبره مهمه جدا
جدا. خبره مهمه انك تقدر تحدد المريض ده فعلا يناسبه عمليه الدعامه ولا ما يناسبوش. المريض ده هيستفيد ولا مش هيستفيد، امتى تدخل جراحيا وامتى ما الجاش للاجراء الجراحي. فالخبره مهمه جدا جدا. احنا عندنا الخبره 30 سنه مركز متواجد في مصر وشغال. الحاجه الثانيه المهاره، يعني بفضل احنا بنتعامل مع حالات صعبه، يعني ما بنشتغلش الحالات السهله بس. يعني احنا بنشتغل عيانين كانت عامله قبل كده عمليات وما نجحتش، يعني حصل لهم التهابات واضطروا ان هم يشيلوا الدعامات. لسه انا الفتره اللي فاتت 3 4 شهور اخرانيين عدد من الحالات اللي هي مركبه دعامات للاسف الشديد ومش مركبين مقاس كويس. وهنا دي المهاره بتاعه الجراح مهمه جدا، ان انا اركب للمريض المقاس اللي يناسبه، ما يطلعش العيان بعد العمليه حاسس ان هو ما عملش العمليه وحاسس ان هو ما زال عنده ضعف في الانتصاب. يعني يعني انا كان عندي عيان عامل من سنتين، يعني مركب دعامه من سنتين وما عملش علاقه ولا مره خالص وما زال بيشتكي ان عنده ضعف في الانتصاب. بكشف على المريض طبعا لقيت الدعامه وصل حد نص العضو الذكري، فده كان مأساة، وده بيمثل صعوبه على فكره في الاجراء الجراحي طبعا. بس الحمد لله احنا بنمتلك المهاره دي. كذا مريض برضو جوني من بره مصر، يعني مشكله المقاس دي مهمه جدا يا جماعه، عشان المريض يبقى مبسوط بالايه، بالعمليه الجراحيه. وفي ناس يعني عندها مشاكل اصلا في العضو الذكري نفسه. يعني في بعض الناس عندها تليفات، سواء هم كانوا بياخدوا حقن موضعي قبل كده وده عمل لهم تليفات، او ناس حصل لها اصابه بمرض اسمه مرض بايروني اللي هو تليف في انسجه العضو الذكري. دي بتمثل صعوبه او درجه من درجات الصعوبه داخل اوضه العمليات. بعض الناس عندها عيب خلقي في مجرى البول، دي برده صعوبه في محتاجه مهاره في الاجراء الجراحي. في ناس عندها عيب خلقي ان هي اصلا عندها انحناء، فعندنا وبالتالي عندنا في جزء اطول من جزء او جزء اقصر من جزء، فاحنا ازاي نركب دعامتين قد بعض في حاجه زي كده؟ دي عايزه محتاجه مهاره. احنا بنتعامل مع السهل وبنتعامل مع الصعب. حالات تانية برضو المشاكل الطبيه اللي عندها بتمثل صعوبه، زي ما حضرتك قلت مرضى القلب ومرضى السكر، عندنا دكاتره التخدير هايلين جدا ويقدروا يتعاملوا مع المشاكل المرضيه دي. فالمهاره مهمه جدا، احنا ده احيانا بنكتشفه جوه اوضه العمليات. يعني ما ينفعش جراح يبقى واقف بيشتغل الحاله ويكتشف ان في تليف فمثلا هيقفل ويطلع، لا، او يحط مقاس مش مظبوط. كل دي المهاره مهمه جدا جدا، والحمد لله احنا بنمتلك المهاره دي، يعني خبره ومهاره. دول يقدروا يعدوا بالعيان بانه يركب دعامه الاحسن بالنسبه له الانسب، والاجراء نفسه يعدي سهل على المريض ما يحسش بمعاناه، وبعد كده يبقى مبسوط اصلا بالعمليه الجراحيه اللي هو عملها. الحاجه الثانيه التعييم. لو حد عمل يعني تركيب الدعامه خارج مركز مصر للذكور، يقدر ان هو يجي امتى تاني؟ لو مثلا مش هي لو فيها مشكله، ما لو فيها مشكله، لو حاسس ان هو ما زال عنده ضعف في الانتصاب، لو حاسس ان في اي مشكله في العمليه نفسها، يعني في اي المده بقى ما بين القديمه والجديده ممكن تاخد. لا، هو على حسب المشكله اللي عنده. لو المشكله في المقاس، لا، احنا نقدر ناخد اجراء مباشره، ما فيش مشكله، في خلال شهر من العمليه الاولانيه. انما اللي احنا بنعاني منه اكتر الناس اللي عامله عمليات وحصل لها عدوى على العمليه والعمليه فشلت واضطر ان هو يشيل الدعامه. هنا في الحاله دي ما بنقدرش نتدخل قبل من 3 ل 6 شهور، لان بيكون في تليفات في الانسجه وما نقدرش نتدخل في الوقت ده. فاحنا لازم العيان يعدي حوالي 3 ل 6 شهور وبعد كده نرجع نركب دعامه من اول وجديد. ودي اكثر الحالات صعوبه على فكره. دي اكثر الحالات اللي بتمثل صعوبه وتحدي للجراح. انا بس عايز اطمن الناس عشان التفاصيل الكتير احيانا بتكون مزعجه. بصوا يا جماعه، الجراحه سهله جدا، ما هيش صعبه، بس عايزه مهاره. عشان تعدي بسلاسه محتاج جراح شاطر، خبره ومهاره، حالات كتير وعدى بصعوبات كتير عشان يقدر يركب النوع الانسب ويركب المقاس الكويس بالنسبه للمريض. خدت بال حضرتك؟ فده مهم جدا. فهو لو في صعوبه في العمليه تبقى بالنسبه للجراح مش بالنسبه للمريض. المريض ما عندوش اي مشكله خالص، ومعظم مرضانا عندهم مشاكل طبيه، عشان ما حدش يقلق، يا دكتور ده انا عندي القلب، يا دكتور ده انا بغسل الكلى، يا دكتور ده انا عندي مشكله فيروس سي. كل ده بالنسبه لنا لا يمثل مشكله اصلا. فيروس سي كمان؟ فيروس سي، تليف في الكبد، مريض كلى، مريض قلب، كل دي لا تمثل بالنسبه لنا اي درجه من درجات الصعوبه. انت قلت لي كده يا دكتور وسط الكلام، التعقيم مهم جدا جدا. طبعا دي من ضمن الحاجات اللي بنميز بيها. انا في اعتقادي ان احنا المركز الوحيد اللي في مصر عندنا جهاز بيفلتر الهواء. يعني الهواء نفسه مهتمين بان احنا نفلتره. كل ده غير تعقيم المريض نفسه بطريقه معينه، تعقيم الالات الجراحيه وتعقيم الجراح نفسه. يعني لك ان تتخيل ان احنا كمان الجراح نفسه بيتعقم بشكل مختلف عن الجراحات العاديه. فاحنا لما الجراح بيتعقم بشكل مختلف والمريض نفسه بيتعقم بشكل مختلف وبيتفرش بشكل مختلف والالات نفسها بتاخد دورتين اتنين تعقيم، المريض بياخد مضادات حيويه قبل العمليه مباشره، في جهاز بيفلتر الهواء جوه اوضه العمليات، الكرو نفسه او الطاقم من تمريض وعمال عارف هو بيتعامل مع اي نوع من العمليات، الحركه محدوده جوه اوضه العمليات. فاحنا بنتكلم، انا في اعتقاد ان احنا برضو مميزين بموضوع التعقيم ده طبعا. كل ده
علشان نوصل لنتائج ناجحه في العمليه، نقلل من نسب واحتماليه ان يحصل التهابات داخل الاجراء الجراحي دوت، لان دي اكتر حاجه احنا ممكن نعاني منها ان يحصل التهاب، لان ده في الاول وفي الاخر جسم غريب بيتم زرعه داخل جسم البني ادم، فعشان ما يحصلش عدوى لازم نهتم بكل هذه الخطوات من التعيين. برضو دي حاجات مميزين فيها. الحاجه الثانيه برضو ودي انا بعتبرها من اهم الحاجات وفعلا في ناس كتير جدا بتفتقدها، وهي المتابعه. متابعه المريض، انا عندي المريض مش بس بيعمل العمليه، لا المريض بيعمل العمليه وبعدين بيتابعني بعد اسبوع وبعدين 10 ايام بيزورني تاني وبعدين اسبوعين وبعدين بعد شهر من تمام العمليه المريض معاه رقمي انا الشخصي بيتواصل معاه في اي وقت. احيانا انا اللي بكلم المريض بتاعي لو انا حاسس ان المريض منزعج من شيء ما او هو متخوف من اي حاجه، لازم في تواصل انساني معاه. المريض نفسه لازم بيكلمني بعد اول علاقه، لان الهدف مش الاجراء الجراحي، هو الهدف ان المريض يكون راضي عن هذا الاجراء الجراحي. يعني ناس كتير جدا ممكن تعمل، بس انت بعد ما بتعمل انت مبسوط؟ هل انت فعلا لبيت كل الاحتياجات اللي كانت عندك من ورا الاجراء الجراحي ده، ولا هل انت اكتشفت واقع انت ما كنتش متوقعه؟ يعني انا بعض الناس بيجوني عاملين عمليات وعندهم صدمه نفسيه لان هو ما كانش متوقع ده اصلا بعد الجراحه. فمهم جدا 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 ان المريض يعرف كل التفاصيل قبل العمليه، المزايا والعيوب، لان ما فيش حاجه في الدنيا كلها مزايا وما فيش حاجه في الدنيا كلها عيوب. وبعدين ايه الانسب بالنسبه له، وهل احنا متخوفين من شيء ولا لا، وهل الجراح ده فعلا عنده المهاره انه يتعامل مع اي مشكله ولا لا جوه اوضه العمليات. انا لسه امبارح كان عندي حاله صعبه جدا، يعني الجزء اليمين تماما متلايف اصلا في العضو الذكري وعنده انحناء في العضو، دي حاله من الحالات الصعبه جدا جدا واللي بتاخد وقت، فالحمد لله كنت موفق فيها. انا قصدي كل ده الهدف منه مش العمليه. طب هي الهدف منه ان هو العيان يبقى مبسوط من بعد الجراحه. اوكي، طب هي تركيبه دعامات دي يا دكتور بتقعد على اللونج ران، على المدى الطويل، ولا ليها عمر افتراضي؟ لا، دي من ضمن المعلومات الخاطئه، وبعض الناس للاسف بيروجوا لهذا ان هي لها عمر افتراضي 10 سنين او 15 سنه. بالزبط. لا، المفروض ان هي لونج لايف جارانتي، لا هي مضمونه مدى الحياه. العيان بيركبها مره واحده بس، مش بيحتاج يغيرها. أوكي. الا في بعض الاستثناءات، وده انا في حياتي، انا مثلا بقالي 15 سنه شغال يمكن شفت عين واحد بس هو اللي غير، وما كانش الحمد لله عامل عندنا، كان عامل في السودان وفعلا الدعامه كانت اتقطمت، غيرت له الدعامه. فانا قصدي يعني لا، هو المفروض ان هي مدى الحياه. انا بشكرك جدا يا دكتور احمد، ان شاء الله هيكون لينا فقرات مختلفه مع بعض. شكرا جزيلا. شكرا على وجودك. كان معانا الاسم الكبير في هذا المجال وهو دكتور احمد العياشي، استشاري جراحه الذكوره وعقم الرجال بمركز مصر للذكوره، استشاري جراحه الذكوره والمسالك البوليه بالمستشفيات والمعاهد التعليميه. بكده مشاهدينا تكون خلصت فقرتنا، اشوفكم على خير، حفظ الله. مشاهدينا اهلا بحضراتكم وفقره جديده من عيش صح. السمنه مش بس كلمه بتحسسنا ان عندنا زياده في الوزن، لكن هي كمان ليها مشاكل صحيه كتير جدا، علشان كده لازم نفكر اننا نخس، مش مجرد بس علشان شكلنا يكون حلو، لا كمان علشان نفضل دايما في افضل صحه واحسن حال زي ما دايما بنقول. النهارده هنعرف المشاكل اللي ممكن تسببها لنا السمنه على صحتنا، وازاي كمان نقدر نعالج السمنه بدون ما نتعب، لان دي اهم حاجه اكيد كلنا بندور عليها. خلونا نتكلم اكتر عن الموضوع ده مع الضيف اللي منورنا النهارده، دكتور وليد علي عبد الفتاح، اخصائي التغذيه العلاجيه بمنظومه دايت اونلاين. دكتور وليد اهلا بحضرتك يا دكتور، منورنا دايما. ربنا يخليك يا ريم، شكرا. خلينا يا دكتور كده ندخل في الموضوع على طول ونقول ان اهم حاجه كلنا تقريبا بندور عليها اللي هو مريض السمنه، اللي بيدور علشان يكون في الاخر شكله حلو، مش بس علشان يكون شكله حلو، علشان صحته تكون حلوه. ناس كتير بتمشي في دايت وللاسف انها بتقف، ممكن في اول الطريق، ممكن في نص الطريق، ممكن بعد ما تمشي حبه حلوين كده، علشان بتتعب، بترهق، بتلاقي مشاكل ظهرت، بتلاقي شعر بيقع، بتلاقي دوخه، بتلاقي انيميا، بتلاقي حاجات كتير كده ظهرت. لكن احنا النهارده بقى عايزين نحل المشكله دي ونعرف ازاي هنخس بصحه كويسه جدا. صح كده. طيب اولا كده، احنا اي حد بيعاني من مرض السمنه لازم احنا عارفين ان هو مش مريض سمنه بس، لا ده كمان بيبقى معاه زياده في ضغط الدم، في ارتفاع في الكوليسترول، في زياده في الدهون الثلاثيه، معاه كمان مشاكل في ضيق النفس، مشاكل في زياده في نبضات القلب، سرعات نبضات القلب تبقى سريعه جدا معاه، عنده مشاكل كمان اللي هو نفسيا كمان بيتاثر عليه جدا طبعا. فالفكره كلها هو بيبدا ياخد القرار ان هو يبدا يخس لما بيحس ان في ازمه عنده. عشان كده دايما اقول ان اي حد بيخس المفترض ان الدكتور الشاطر اللي يبدا يعالج مريض السمنه ان هو كمان ما يسببلوش مشاكل تانية. يعني دايما في ناس بتبدا الدايت فعلا رحله العلاج وما بيكملهاش. صحيح.
بسبب ان هو لقى في مشاكل. طول ما في مشاكل بتواجهه هو مستحيل يكملها طبعا. يعني مثلا زي حضرتك ما قلتي ان هو في سقوط في الشعر، مشاكل في البشره، لقى الوش بدا يخش لجوه كده، في تعب، في اجهاد، في دوخه، في مشاكل نفسيه بدات تحصل له اكتر، لان دايما لو الدايت مش مناسب للحاله تمام او المنظومه العلاجيه كامله مش مناسبه للحاله بنخش في مرحله اكتئاب، حاله ملل، يجي يقول لك انا مش هكمل الدايت، لا ده في حرمان، ده انا في انواع اكل ما احبها مش لاقيها. مش كده دايما اقول ان اختيار الطريق المناسب بيبقى لكل حاله غير الثانيه، مفيش حاجه اسمها دايت لكل الناس طبعا. لان لو جاب نتيجه مع حد مش وارد يجيب نتيجه مع حد تاني. مش كده دايما اقول يا جماعه مفيش حاجه اسمها ان انا اخش على النت واختار دايت اجتهادات او اسمع ان حد مش على دايت معين او دواء معين فاروح ابدا اخده من نفسي، لا انت ممكن تجيب مشاكل اكتر من مشكله السمنه بتاعتك. صحيح. طيب احنا يا دكتور عايزين بقى، قلنا دلوقتي المشكله عايزين الحل بتاعها ازاي بقى هنخس بدون ما نحس بالتعب ده كله علشان نكمل كده في الطريق اللي احنا هنبداه مع بعض. صح كده. بص يا فندم، طبعا البدايه صح هتبقى النهايه صح ان شاء الله. مفترض ان احنا طبعا بنبدا الاول البيشنت بيبدا يتصل بينا عن طريق المنظومه بتاعتنا الكامله اللي هي دايت اونلاين. نبدا شويه اسئله نسالها له، يعني السن، طول، الوزن، طبيعه العمل، نوعيه الاكل اللي بياكلها ايه، طب مواعيد الاكل ايه، طب في سهر ولا لا، هل في مشاكل صحيه زي الضغط او السكر او مشاكل كمان في الغده الدرقيه، هل في انيميا ولا لا. الكلام ده كله احنا بنحطه في الاعتبارات بتاعتنا لان المفروض ان الكورس العلاج اللي انا هبدا ابعته للبيشنت ده او الدايت اللي هبدا ابعته له كل اسبوع يعني متناسب طبعا حسب الحاله طبعًا. لكن احنا هدفنا كله ان احنا بنجيب نتيجه معاك، بس اهم حاجه من غير حدوث اي مضاعفات تخليك ما تكملش الرحله للنهايه طبعا. اهم حاجه الصحه الكويسه مع ان انا اوصل للتارجت بتاعي، وده هدفنا فن في المنظومه عندنا ان احنا نخس في وقت قليل من غير اي مضاعفات تحصل، وفي نفس الوقت ان انت تكمل الرحله من غير اي مشاكل صحيه، مع الاعتبار ان احنا ضد الحرمان. دي اهم حاجه مهمة جدا. دي اهم حاجه يا دكتور، لان ناس كتير قوي بتبعد عن الدايت او اصلا ما بتفكرش ان هي تعمل دايت بسبب ان هي عارفه ان الدكتور هيحرمها. لا خالص، مفيش الكلام ده. احنا ماشيين مبدا اللي هو الكيف وليس الكم، يعني احنا هنوصلك لمرحله ان انت تبدا تاكل اللي انت عايزه، ما عنديش ازمه خالص، ولكن بكميات قليله، لان احنا خلاص بدانا الطريق صح. صغرنا المعده، علينا معدلات الحرق، بدانا نكسر في الدهون 24 ساعه في تكسير في الدهون اللي هي اصلا مخزونه، نبدا نحولها لطاقه داخليه، فمن هنا مستحيل ان يحصل دوخه ولا هبوط ولا بقى يبدا مصدع ولا بشرتي حصل لها حاجه ولا شعري اتاثر، لا بالعكس انت هتكمل معانا ان شاء الله من غير اي مضاعفات تحصل لك، لان طبعا احنا بادئين معاك صح، بعت لك الكورس المناسب ليك مش اي دواء خلاص، شغالين دايت مناسب ليك، يبقى انت كده ان شاء الله هتجيب نتائج معانا من غير اي مضاعفات ان شاء الله. ان شاء الله. خلينا يا دكتور نقول ان كل المشاهدين اللي بيشوفونا النهارده خلاص هم اقتنعوا بالكلام اللي احنا بنقوله جدا جدا إن شاء الله. وعايزين يبداوا معانا. هنعمل ايه؟ هم كل اللي عليهم دلوقتي احنا هنقول لهم يعملوا ايه علشان نبدا مع منظومه دايت اونلاين، علشان في الاخر يعني يمكن يكونوا ضيوفنا كمان هنا ينورونا ويقولوا لنا تجربتهم الحلوه، واللي مش هينورنا يكون وصل يعني للهدف بتاعه باحسن صحه واحسن حال زي ما بنقول. صحيح. وده هدفنا فن في المنظومه اللي احنا نوصلك للهدف اللي انت عايزه وللحلم اللي انت عايزه، بس انت بس قول لنا التفاصيل اللي احنا هنطلبها منك. زي ما قلنا بنعرف الوزن والطول والسن والحاله الصحيه اخبارها ايه، وهل في مشاكل الغده ولا لا، واحنا ان شاء الله هنبدا نبعت لك كورسات امنه جدا. اهم حاجه الامان عندنا، احنا عايزين نخس بس في صوره امنه تمام. يعني دايما الامان ده مهم جدا طبعا. وحته المتابعه مهمه قوي يعني دايما في فولو اب عندنا لكل الحالات بتاعتنا عن طريق الاتصالات، احنا دايما على طول فريق طبي كامل اونلاين 24 ساعه، اي استفسار طبي احنا معاك، بلاش الاجتهادات لان الاجتهادات دي في الاخر مش هتجيب النتيجه اللي احنا عايزينها، بتضر كمان يا دكتور للاسف جدا، وممكن تبقى السبب ان هي ما تقدرش يكمل. صحيح. لا احنا معاك 24 ساعه في اي وقت عادي، اتصالات او ابعت رساله على الواتساب على الفريق الطبي بتاعنا هتلاقي في رد كامل معاك، هنبعت لك كورسات الادويه الامنه جدا اللي تبدا تخليك تكمل الرحله. اي رحله يا ريني لازم يبقى فيها المساعدات بتاعتها. صحيح. هو في حد يقدر يطلع رحله من غير ما يبقى مجهز نفسه؟ اكيد لا، يعني مع الاكل بتاعه، مع الشنطه بتاعته فيها كل حاجه، احنا برضو نفس الكلام، نبعت لك الحقيبه كامله فيها كل الوسائل اللي تقدر تخليك تكمل الدايت بتاعك. يعني بنبدا نبعت لك كورسات ناجحه جدا لتكميم وتصغير المعده بدون جراحات تمام، يعني معدل المعده يصغر جدا طبعا للناس اللي بتخاف من فكره عمليات خالص يا فندم. احنا نبدا نصغر المعده جدا، تبدا كميات الاكل اللي انت عايزها تبدا تقل، بس انت هتاكل بالكيف وليس الكم تمام. مهم جدا ان احنا كمان بنبعت طبعا رجيم يتناسب معاك، نبعت لك كمان كورسات ناجحه جدا لزياده الحرق
لان اهم حاجه عند مريض السمنه ان هو معدل حرقه يعلى جدا. صحيح. معدل حرق الوجبات يزيد. معدل تمثيل الغذائي وعمليات الايد تبدا تعلى جدا معانا. احنا ان شاء الله نقدر كل ده نوفره لك مع الامان والمتابعه، وان تقدر توصل للوزن اللي انت عايزه والشكل اللي انت عايزه مع تثبيت الوزن وفي وقت قليل. جميل. خلينا يا دكتور بقى نتكلم عن الحالات المفرحه اللي تم علاجها في منظومه دايت اونلاين ووصلت للنتيجه اللي هي بتتمناها او الحلم اللي حضرتك قلت، زي ما حضرتك بتقول حلم حلو قوي كلمه حلم، لان كلنا اكيد بنحلم، اكيد اي حد عنده مشكله في شكل جسمه بيحلم ان هو يكون شبه النجوم، شبه المشاهير اللي احنا بنشوفهم ودايما بنحب نتفرج على صورهم واخبارهم علشان بيعجبنا شكلهم الجميل وجسمهم المتناسق. فخلينا يا دكتور نتكلم شويه بقى عن الحالات دي، ويا ريت نشوف مع بعض صور. هي الصور معانا دلوقتي. كلمنا يا دكتور اكتر بقى. نماذج يا فندم الحالات اللي عندنا اللي هي بدات الحمد لله معانا كويس جدا، يعني حضرتك شايفه ان هي وصلت للشيب والوزن اللي هي عايزاه، وكان البدايه بتاعتها ان هي الحمد لله اخذت القرار القرار السليم ان هي تقدر تتواصل معانا ونبدا نبعت لها الكورس المناسب ليها. صغرنا الحجم المعده، علينا معدلات الحرق، كسرنا الدهون الكليه مع كمان تكسير الدهون الموضعيه. دايما ما فيش سمنه كليه الا يكون معاها سمنه موضعيه، لان احنا عارفين ان الوزن بيبقى حاجه والحجم حاجه تانية، اللي هي المناطق اللي الدهون متمركزه عليها. طبعا الحمد لله حضرتك لو جيتي بصيتي ان احنا على الصور بتاعتنا اهي قبل وبعد مفيش اي مشاكل خالص في البشره. تمام. لان احنا مهم جدا عنصر الجمال ده مهم قوي. ان احنا مش عايزين يحصل مشاكل في البشره، مش عايزين يحصل مشاكل في الشعر. طبعا الوقفه بسم الله ما شاء الله وقفه ثقه. هو يا دكتور احنا الجمال كله شايفينه في الحالات بعد طبعا، طالما يعني البدايه صح هتبقى النهايه صح. طبعا انت خدت القرار واخترتنا الحمد لله، وعرفنا ان احنا نوجهك صح. اهم حاجه التوجيه السليم. صحيح. مع الروشتة اللي هي مناسبه ليك. يعني دايما احنا عنصر التوجيه السليم ده مهم جدا عندنا. احنا عندنا كورسات كتير جدا، عندنا انظمه دايت كتيره جدا. عندنا في الحمد لله فريق كامل من اخصائيين واستشاريين تغذيه. تمام. مع اخصائيين واستشاريين تجميل. بنبدا ان احنا الاثنين مع بعض كتيم وورك مع بعض نبدا نوصل لمرحله التخسيس الجمالي. بصحه حلوه تخس بشكل جميل من غير اي مضاعفات خالص، عشان توصل زي الصور اللي احنا شفناها دي قبل وبعد مع تثبيت الوزن. الحمد لله احنا عندنا كورسات كامله لتثبيت الوزن، لان ناس كتير جدا يعني هم حتى الشكاوى اللي جات لنا من تجارب اخرى، يعني ان هو وصل اللي هو عايزه بس حصل له مشاكل في البشره في الشعر ورجع في وزنه زاد تاني. صحيح. فدي اكيد البدايه ما كانتش صح. لا احنا نبدا صح ان شاء الله عشان نعيش صح في انبوكس ان شاء الله. ان شاء الله يا دكتور. احنا دايما لازم اللي يتفرج علينا يعيش معانا صح. بس اسمع الكلام بس. طبعا لازم كلكم تسمعوا الكلام. لا احنا مشاهدينا يا دكتور متعين وبيسمعوا الكلام علشان هم فعلا بيحلموا ان هم يعيشوا صح. احنا حتى كل المسجز اللي بتجيلنا الناس فعلا نفسها فعلا تعيش صح. صحيح. عيش صح مش مجرد كلمه، احنا بنبدا معاهم وهم بيكملوا. بتجيلنا احلى رسائل، بتجيلنا احلى ريفيوز، وبتجيلنا احلى قبل وبعد صور. يعني احنا دكتور فعلا من فرحتنا بالمشاهدين بتوعنا احنا بيبقى عندنا دافع ان احنا نكمل معاهم اكتر. صح. ونجيب لهم دكاتره اكتر ونعرفهم اكتر واكتر علشان كل الناس تعيش صح. احنا مش عايزين حبه يعيشوا وحبه لا كل الناس اكيد لازم الله. تعيش معانا. اما حاجه يمشي صح ويسمع الكلام هيشوف النتيجه اللي هو عايزها وبصوره جميله وبصحه جميله وبلا رجعه تاني. احنا عايزين قريني نقضي على وحش السمنه ان شاء الله يا دكتور. ان شاء الله. خلينا يا دكتور بقى نتكلم شويه عن الامراض المزمنه. ناس كتير طبعا زي ما حضرتك قلت ان السمنه هي اساس تقريبا كل الامراض اللي بتيجي، يعني ممكن حتى يكون حد مريض بالسمنه وعنده حاجات كتير لكن هو مش عارف ان هو عنده، لكن مجرد بس ان هو يروح لدكتور كده ويبدا يعمل تشيك اب بيلاقي. يعني مش هنعد بقى الحاجات اللي كتير عندنا، يعني كتير. من اشهر ممكن الامراض المزمنه دي اللي بتكون موجوده عندنا الضغط والسكر وتعب المفاصل وتعب العظم والحاجات دي كلها. النفس بالظبط. فخلينا نقول مشاكل العظام شيء كتير ان احنا عالجنا هنا السمنه. وانس ان احنا عالجنا السمنه المشاكل دي كلها بتروح معانا خالص. يعني ممكن حد يكون بياخد علاج لمرض مزمن يوقفه بعد ما يبقى بقى شكله حلو وجسمه حلو كده، ولا بنفضل مكملين مع الادويه اللي بناخدها؟ حاضر. اولا كده هو مرض السمنه ما بيجيش لوحده، يعني معاه اكتر من 44 مرض. اشهرهم تصلب الشرايين، ضيق النفس، عنده مشاكل في القلب، نبضات القلب سريعة جدا، عنده مشاكل في الفقرات العنقية والقطنية، عنده مشاكل التهاب في المفاصل، عنده مشاكل كمان ممكن توصل لمرحلة خشونة كرونيك حادة جدا لدرجة ان ممكن الدكتور العظام يقول لها احنا نضطر نغير مفصل. لو جينا بصينا على كل الاسباب دي كلها وطبعا مرض السكر والضغط طبعا هتلاقي ده كله بسبب ايه؟ ان انت وزنك زيادة. صحيح. انت وانس بالظبط اللي انت خلصت على مرض السمنة قضيت عليه صح من غير اي مشاكل تانية، لان احنا قلنا ان انت ممكن تخس ويحصل مشاكل مضاعفه. صحيح.
لا احنا الحمد لله نقضي على السمنه. هتلاقي ان شاء الله مريض الضغط ضغطه بيتظبط جدا، مريض السكر النوع الاول او النوع الثاني بيبدا مستويات السكر في الدم تتظبط جدا، لان احنا بنراعي قوي عنصر لو في مرض ضغط او سكر مع الساده اللي بيتابعوا معانا. احنا دايما الكورسات بتاعتنا بيبقى فيها العنصر ده، يعني مريض الضغط ليه كورسات غير مريض الكبد، غير مريض القلب، غير مريض الادويه اللي بتتاخد للمريض، فاحنا طبعًا بنحط لها الكورس المناسب. طبعا يا فندم طبعا، والمواد الفعاله تركيزات مهمه جدا. اهم حاجه اختيارك لنوع الكورس المناسب للحاله بصوره امنه. هقول تاني مهم قوي عنصر الامان ده، واهم حاجه الجرعه بتركيزات الماده الفعاله وكلها طبعا ناتشرال 100%، مستخلصات نباتيه 100%، ما اشتغلش كيميكالز خالص، لان احنا عندنا في المنظومه بتاعتنا دايت اونلاين معتمدين على النباتات. النهارده التوجيه العالمي كله حته الناتشرال، الحاجات العشبيه، عشان كده دايما احنا شغالين بحاجات عشبيه جامده، يعني الحمد لله نتائجها جامده جدا، مفيش اي اثار جانبيه، زي الجرسينيا كومباجيا، وزي عندنا عنصر كمان الكروميوم، وعندنا عنصر السيليوم، عندنا بذور الرمان وقشور الرمان كمان، وعندنا يا فندم كمان عنصر الفيتامين. دايما قوي بنلعب على الحته دي، يعني دايما انا عندنا في الكورسات بتاعتنا بيبقى دايما حته المالتي فيتامين، زي فيتامين اي وفيتامين بي وفيتامين سي وفيتامين دي، يعني دايما كتير قوي في الساده المشاهدين الستات بالذات بتلاقي بعد سن ال 40 عندهم نقص في فيتامين دي. صحيح العنصر ده خلي بالك، فيتامين دي لو نقص بتلاقي معدل الحرق بيقل جدا. احنا بنلاقي بلاوي يا دكتور، مش بس الحرق يعني، وتغير في الهرمونات ومشاكل في البشره والشعر. فدايما بنراعي الحته دي قوي، مش كده دايما عندنا منظومه معتمده على التخسيس الجمالي. في الاثنين دول مع بعض مهمين جدا. التخسيس الجمالي دي يعني مهمة جداً احلى كلمه احنا سمعناها النهارده، التخسيس الجمالي. يعني مش بس نخس، لا نخس ونبقى جمال كمان. ده حقيقه، لان في ناس بتخس ويقول لك يا ريتني ما خسيت. صحيح، بس الحمد لله احنا عندنا ناس بيبان شكلها اكبر، وفي ناس يعني سنانها بتقع او صحيح. حاجات كتير عندنا يا فندم. على فكره يعني الفئه العمريه احنا عندنا اطفال 4 سنين، عندنا 10 سنين، عندنا 13 سنه، عندنا 40 سنه، عندنا 70 سنه. الفئه العمريه الحمد لله مفيش اي مشاكل معاها، طبعا انت بتبعت الكورس المناسب ليها بالدايت المناسب ليها، وعنصر الامان هو اللي بيتحكم فينا، يبقى احنا ما عندناش اي ازمه خالص، وحاجات كلها ناتشرال 100% الحمد لله. جميل. مشكله بقى الجوع، والمشكله دي ممكن تكون بترجع ناس كتير قوي عن قرارهم ان هم يخسوا علشان هم بيحبوا الاكل. صحيح. بيجوعوا يعني. صح. في ناس بالليل لو حصل ايه انا لازم هقوم هاكل، يعني صح. مش قادر اسيطر على شهيتي اني انا جعان وممكن يكون في اكل قدامي ما اكلش. لو حد جالكوا مريض سمنه وعنده المشكله دي وبدا معاكوا ولقيتوه كده يعني بيغير رايه بقى وانا جعان ومش قادر وخلاص مش هكمل الدايت، بنتصرف هنا معاه ازاي او بنقدم له ايه علشان يكمل معانا ما يتراجعش عن القرار ده؟ احنا اصلا يعني مش هنديله فرصه ان هو يقول لي انا جعان، لان احنا من الاول ما بيجرد بيتصل بينا هناخد كل الداتا المناسبه اللي نقدر من خلالها نقدر نحدد نوع الكورس. يعني عايز اقول لحضرتك على حاجه، ان احنا مش كل البيشنت اللي معانا بيبقى حته الجوع عنده كبيره، لان في ناس ما بتاكلش يا فندم كتير وبرغم من كده وزنها بيزيد. يعني دايما احنا بنسال السؤال ده، اخبار الشهيه ايه؟ طب اخبار نوع الاكل بتحبه ايه؟ هل مثلا بتحب الحلويات اكتر؟ تحب الاملاح اكتر؟ طب اخبار معدات الحرق ايه؟ هل في مجهود بتعمله؟ في رياضه بتعملها؟ يعني مثلا نشوف مثلا الفئه الاولى، الفئه اللي هي دايما بتحس بالجوع. حته بقى احساس بالجوع ده يا فندم، احنا طبعا لازم المعده تصغر من غير جراحات، عن طريق ان احنا كمان الكورسات الادويه لازم نراعي فيها عنصر العشب اللي هو الجرسينيا. الجرسينيا كامبوجيا طبعا دي من الحاجات العشبيه، الاشجار خضراء 100%. طبعا هي طبعا بيتم زراعتها في المناخ الاستوائي، يعني مثلا في اسيا، في جنوب افريقيا. دايما احنا الحمد لله عندنا متميزين بالحته دي، ان احنا عندنا بنحط الجرعات يا فندم اللي هي فعلا تجيب نتائج. يعني عايز اقول لحضرتك ان في اكتر من 400 نوع من الجرسينيا في مستوى العالم كله. تمام. افضل 12 فيهم احنا الحمد لله شغالين فيهم. جميل. بالنسبه العاليه جدا، لان الفكره في الجرسينيا اللي هي بتعمل حاجتين مهمين جدا، تبدا تعلي معدلات تكسير الدهون المختزنه في منطقه البطن والارداف، وده حاجه مهمه جدا برضه نحب ان احنا نلعب عليها قوي. دي حاجه كمان يا دكتور مهمه للسمنه البطن الموضعيه لو احنا لسه هنتكلم دلوقتي بالتفصيل عن السمنه الموضعيه، دي حاجه مهمه معايا. مهمه جدا، تظبط لي مستوى السكر في الدم، اذا مريض السكر بنبدا ان احنا برضه بنفيده بيها. كمان فيها حمض اسمه اتش سي اي اللي هي هيدروكسي استيك هيدروكسي سيبتيك اسيد. طبعا اتش سي اي ده من الحاجات المهمه جدا، احنا كمان بنراعي قوي حته ان هو يبقى الكونسنتريشن بتاعه من 50 ل 60%، وده رقم مش موجود عند حد غيرنا. احنا دايما الحته دي بنركز على التركيزات دي، 50 ل 60% من اتش سي اي. الحمض ده فندم مسؤول عن ان هو يدي كمان احساس بالشبع،
لان انت طبعا اهم حاجه ان احنا لو مريض سمنه بيبقى جعان قوي دايما عنده حته الشبع دي، احنا نبدا الجرثيميا بالتركيزات دي تبدا تمدي احساس بالشبع. أوكي. كمان تبدا تظبط مستوى الكوليسترول في الدم. فالضغط يبدا يتظبط. اذا مريض الضغط مريض سكر بيستفيد من هذه الماده الفعاله. دايما كمان حته الفيتامين A بنلعب عليه مهمه جدا عشان خاطر وانا مراعي مخاسسك ما يحصلش مشاكل البشره والشعر. جميل. مهم جدا الكروميوم، عنصر الكروم برده نحطه بتركيز حوالي 2 ملي جرام. اذا الكروميوم برده بيبدا يفتت الدهون، يبدا يظبط مستوى الانسولين في الدم. فمستحيل حتى لو انت بتسهر مستحيل تحس بجوع، لان عارفين ان مع السهر بعد الساعه 12 او الساعه 1 بتلاقي الانسولين بدا يزيد، احساس بالجوع بدا يعلى، تراكم الدهون بيزيد. لا حاجه معانا بقى خلاص، بس احنا بنعرف بس مشكلتك جوع بس ولا قله حركه ولا جوع مع زياده مع قله حركه مع نقص في الحرق. نبدا نبعت لك الكورسات، اهم حاجه بالتركيزات علشان كده كل كورس طبعا غير التاني. طبعا علشان كده حاجه مهمه جدا ان احنا بنقول كل حاله العلاج بتاعها غير التانيه. صحيح. تماما. صحيح. حتى منظومه الاكل نفسها غير يعني الشخص ده غير طبعًا الشخص ده خالص. طبعًا. لان لحقيقة. كل حد ليه حاله غير طبعًا. التاني دواء او دايت. طبعا خلينا دكتور كده اخر حاجه نختم بيها حلقتنا تكون حاجه حلوه، وهي مفاجاه محضرينها لنا دايت اونلاين النهارده. تفضل. نعرف بقى المفاجاه بتاعتنا ايه. الحمد لله طبعا احنا عارفين ان احنا شغالين الحمد لله بكواليتي عاليه جدا، يعني دايما اختياراتنا للانواع الاعشاب الطبيعيه ان هي تقدر تجيب نتائج بتركيزات عاليه، لكن احنا الحمد لله عاملين برضو الكوست تبقى يعني التكلفه تبقى على قد الحال زي ما بيقول يعني. دي حاجه مش عايزين احنا نرفع الاسعار خالص، حلوه جدا. لكن النهارده يعني في برنامج حضرتك احنا نقدر نقول ان في طبعا اوفرز حلوه جدا وعاليه جدا. جميل. لكل الناس اللي يقدروا النهارده يشوفونا ويقدروا يتواصلوا معانا نقدر نستفيد منها. اهم حاجه ان احنا هنجيب معاك نتيجه في وقت قليل مع المتابعة الدورية مع كمان التكلفة البسيطة، فنقدر نخس من غير أي زيادة في التكلفة إن شاء الله. علشان في الآخر يا دكتور لازم نعيش صح. إن شاء الله نعيش صح. نورتنا يا دكتور وليد، وخلصت شكرا. الفقرة مع حضرتك بسرعة. شكرا. وإن شاء الله نكمل كلامنا في فقرات تانية كتير. نورتنا وشرفتنا النهاردة. شكرا. النهاردة متهيألي إن إحنا جاوبنا على كل الأسئلة اللي ممكن تكون بتيجي في دماغ ذهن أي حد من حضراتكم، جاوبنا عليها، ما بقاش في معانا مشكلة، كل مشكلة النهاردة وشفنا لها حل. المهم في كل ده إن إحنا ناخد القرار، ولما ناخد القرار ناخد القرار الصح علشان في الآخر نكمل صح ونعيش دايما صح. كان معانا النهارده منورنا دكتور وليد علي عبد الفتاح، اخصائي التغذيه العلاجيه بمنظومه دايت اونلاين. استنونا فقره جديده من عيش صح. يا مساء الخير والجمال على كل مشاهدينا في كل مكان في حلقه جديده من ان بوكس برجك، ايه اللي بتنورنا فيها دايما خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي النهارده هنتكلم معاها عن برج العقرب تحديدا، ازاي بيتعامل مع كل برج سواء راجل او ست. الاول نرحب بسابي. ازيك يا سابي؟ ازيكم؟ ازيك يا سابي؟ عامله ايه؟ انت كمان بقالي كتير ما طلعتش معاكي، فمبسوطه قوي ان انا رجعت تاني. ازيكم؟ الحمد لله. نبدا بقى بما اننا في موسم برج العقرب. نتكلم عن برج العقرب ازاي بيتعامل مع بقيه الابراج. زي ما قلنا الاول ان برج العقرب راجل او ست من الشخصيات القويه جدا، وطبعا في الراجل وفي الست ليدر، اذكياء، اقوياء، كل حاجه حلوه جدا جدا اللي هم يعملوا كيان. واغلبيه بيبقوا الوزراء ورؤساء الدول ورجال الاعمال بيبقوا دايما برج العقرب. اوكي. الست العقرب اقوى بكتير من راجل العقرب. راجل العقرب قوي بس طيب، يعني تحس ان هو مسالم. ست العقرب ما بتعديش اي حاجه تحصل كده، يعني لازم تعاقب حتى لو هتتاخر شويه بس لازم تعاقب. اوكي. راجل العقرب ممكن يعني يعاقب بس من خلال حد مش هو. يستخدم حد لكن مش هو. انما الست، الست هي مش كده، بس دايما بتلاقي موقف او سيناريو يخليها ما تبقاش غلطان. بتخطط يعني، تعرف تخطط. لا هي ذكيه، هي ما فيش يعني من الابراج الذكيه الذكيه جدا 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 والناجحين جدا. طيب سابي لسه مكملين كلامنا عن برج العقرب، بس معانا اول تليفون من سما. اوكي يا سما ازيك؟ الو مساء الخير. مساء النور، عامله ايه؟ الحمد لله تمام. اتفضلي. انا بس كنت عايزه اسال على 19/9. واحد ولا واحده؟ راجل ولا ست؟ لا بنت انا. اوكي. اوكي. 19/9 بالنسبة للارتباط. اوكي
19/9 هي اخر برج العذراء وبتاخد من الميزان. هي شخصيه متردده، او هي الفتره الاخيره بقى من كتر اللي شافته اوكي بقت قلقانه، بتفكر كتير، متوتره، متردده. بقول لها الفتره اللي جايه عندك حلوه جدا جدا، لان هي واخده من الميزان. فبقول لها الفتره اللي جايه عندك حلوه جدا جدا، واي قرارات عايزه تاخديها خديها، ولو في حد جديد في حياتك هيبقى اوكي، لان هي خارجه من حياه قديمه اوكي، وداخله حياه جديده بكل معانيها. يعني عندها نقل من مكان لمكان، سواء شغل سواء بيت، عندها حتى الصحاب اللي في حياتها كلهم ناس جديده، لان هي ما بقاش عندها طاقه للناس القديمه. عندها حد جديد هيظهر في حياتها. عندها تخرج من حياه قديمه لحياه جديده. فبقول لها اطمني ما تخافيش. طيب تقلقيش بقى يا سام. شكرا ليكي. شكرا. نرجع تاني لبرج العقرب. اوكي، برج العقرب من الابراج قلنا الاذكياء والقويه جدا، بس هم بقالهم من اخر 2015 لغايه دلوقتي وهم الدنيا عندهم مش مظبوطه خالص. اوكي، فكريا ونفسيا وكل حاجه، تحس ان هم كان عندهم حاجه غلط، مش ايامهم، الدنيا عندهم مش مظبوطه خالص. الفتره الجايه من بعد شهر 3 السنه 2020 المفروض الدنيا هتبتدي تظبط، بس هم المفروض يتغيروا، يعني يعملوا ابديت، لان هم دماغهم وتفكيرهم الفتره اللي فاتت مخلياهم محلك سر، مخلياهم ما بيتحركوش. يمكن يكون الراجل اتحرك شويه او اختلف شويه عن الست، لكن الست محتاجه انها تعمل ابديت في كل حاجه. طيب ايه الابراج بقى اللي عندها حس فني؟ حس فني بالنسبه للعقرب. بص، هو العقرب اذكياء جدا، بس يعني خلينا نقول ان الست تقيله شويه في ده، لان هي بكيزه. اوكي، يعني ايه بكيزه؟ يعني هي حد عارفه بكيزه هاني من الدرماني. انفا. لكن الراجل تحسي ان هو دايما بيعمل ابديت، يعني اسرع الراجل اسرع من الست. اوكي، الست الراجل العقرب اسرع من الست. يعني الراجل العقرب تحسي ان هو بيعمل ابديت، مش مستني حد يقول له حاجه، او بيذاكر بيذاكر كتير، بيقرا كتير، بيثقف نفسه كتير، مش محتاج لحد. اوكي، لكن ست العقرب محتاجه كروح حواليها علشان يدوها الطاقه، مش الطاقه، عشان يدوها برستيجها، لان هي بتحب الكيان، يعني بتحب تبقى تحس انها بكيزه فعلا، وفي خدم، في ناس، في صحاب، في هاله. اوكي، راجل العقرب ما بيحتاجش لده خالص. هو بطوله بيعرف يعمل كيان. مش محتاج لحد، لكن هي بتحب الفخامه، بتحب الجاه، انه الناس كتير تبقى حواليها. طيب سيبي، احنا لسه نكمل كلامنا معاكي، ولكن هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل انبوكس برجك ايه. ورجعنا لكم من جديد ولسه مكملين انبوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج، والنهارده بنتكلم عن برج العقرب. سابي، قبل ما نرجع لبرج العقرب خلينا ناخد رسائل من اللي جات لنا. أوكي. اول مسج بتقول الحوت 8 مارس عاوزه اعرف عن العمل والزواج، انا مطلقه. 8 مارس الاسد ده اسد، سوري الحوت. الحوت ده يعني هو الحوت بيور، يعني أوكي. مش واخد حاجه من حد خالص. بقول لها حاولي تتغيري، او حاولي تغيري تفكيرك، لان الحوت ست، الحوت ست قويه جدا، جميله جدا، جبل، بس هي عامله زي الصعايده، تحس ان هي عندها مبادئ متزمده، او عندها يعني فكر معين هي فاكره ان هو ده الصح. ما تعرفش ان كل، يعني كل الفتره الزمنيه ممكن نتغير، او نغير من نفسنا شويه عشان الدنيا تمشي، هي دي مشكلتها. فبقول لها ما تقلقيش، بس لسه الدنيا شويه، يعني يخلص شهر 11 والدنيا عندها تظبط. طب بالنسبه للشغل؟ عندها انتقال من شغل لشغل، او راحه مكان جديد، او راح، او عندها يعني هتعلى في الشغل اللي هي فيه، اما راحه مكان تاني جديد. لكن ما تقلقش خالص، لان الحوت من ابراج ان شاء الله 2020 عندهم علا، والدنيا هتختلف معاهم 180 درجه. طب الحمد لله. الحمد لله. معانا مسج تانية، واحدة عايزة تعرف هي 29/6 وجوزها 2/3، عايزة تعرف حياتهم مع بعض، وعايزة تعرف الشغل بالنسبة له. هي 29/6 هي سرطان، بس هي جوزاء سرطان، وهو كام، 7؟ لا هو 2/3. 2/3 سوري، حوت. هي سرطان وهو حوت، الاثنين ابراج مائية، ما يمشوش مع بعض، ما يمشوش مع بعض، لان هي شخصيتها اقوى.
هي شخصيتها اقوى. وبعدين يعني دايما راجل الحوت بتحس ان هو طول الوقت هادي كده زي مخرجنا الجميل خالد بنسلم عليك يا خالد هادي كده عبده الرايق بيحب ياخد وقته رايق جدا يحب ياخد وقته ياخد تفكيره ما بيحبش حد يصربعه في حاجه لكن هي بتجري فهتحس ان في فجوه طب وبالنسبه لشغله شغله هو فعلا برج الحوت يعني بنسبه 90% او 85% من برج الحوت بقالهم فتره زمنيه طالع عينهم يعني داخلين على 8 سنين شغل بس يعني كل يعني يا اما لازم في وجع في حته لو في شغل كويس تلاقي وجع في حته تانية لو في وجع في حته تانية فان شاء الله السنه الجايه عندهم حلوه بس يتغيروا يتغيروا او يغيروا فكرهم شويه يعني هو يغير من فكره عشان يعني يحصل حاجه كويسه في شغله عشان كل حاجه في حياته مش شغله بس يعني لان يعني ساعات كده هو مثلا بنبقى واقفين في زاويه معينه اوكي بتدينا حاجات كتيره الحاجه الزاويه دي خلاص اللي عندها ادتهولنا ما فيش حاجه عندها تاني تدهولنا نغير بقى فلازم نقف في زاويه تانيه نغير الزاويه شويه او نتحرك شويه في حته تانيه او فكر جديد يعني علشان نشوف الفكر الجديد ده هيدينا ايه لان كل حاجة ليها فترة زمنية او ليها يعني فترة بتديك اللي عندها وبعد كده خلاص هنفضل واقفين محلك سر كده مكاننا وما فيش اي حاجة خالص ونقول حظنا وحش احنا مش عارفة ايه لا احنا الغلط عندنا احنا يعني نتطور مع كل فترة نتغير نغير الفكر بتاعنا في كمان مسج من رانيا بتقول 18/6/1996 عاوزه اعرف كل حاجه عن برجي 18/6 هي برج الجوزاء بس هي اخر 10 ايام فبتاخد من السرطان ان شخصيه قويه جدا جدا وعنيده جدا 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 هي يعني برج الجوزاء بوجه عام دايما لو هي قاعده مع اهلها عندها اعتراض لان هي اسرع من اهلها دايما هي بتبقى سابقاهم فكريا وبتبقى يعني حاسه ان هم هياخروها حاسه ان هم هيعطلوها اوكي سواء بقى هي لسه عايشه معاهم سواء متجوزه ومنفصله سواء حتى مع جوزها دايما ست الجوزاء دايما نصيبها في اهلها وفي جوزها هي بتبقى اقوى اوكي فهي مشكلتها ان هي سريعه مشكلتها ان هي بتجري مشكلتها ان هي بتفهم بزياده ذكيه بزياده دايما باصه هناك قوي فما بيبقاش عندها رضا قوي يعني وهي دايما ده اختياراتها يعني مثلا نقول ما حدش فينا بيختار اهله لكن الزوج احنا بنختاره صح. اوكي هي دايما بتجري ورا اختيار ان هي حد تمشيه او حد تبقى مسيطره عليه بعد شويه بتزهق منه او ما بيعجبهاش بس ده بيبقى اختيارها هي فبقول لها دايما حاولي اللي تفكري فيه اعملي عكسه اوكي طيب. حلو قوي معانا مسج من سعاد 11 عايزه تعرف كل حاجه 11 الجدي ست الجدي ديت يعني او بنت الجدي عارفه الشمعه اللي بتحترق من اجل الاخرين فظيعه جدا 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 بقول لها حبي نفسك حب نفسك وبعدي بقى على الناس وان انت عماله تعملي هنا وهنا 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 وعمالين يضحكوا عليكي وفي الاخر ما بتشكريش يعني محدش بيشكرك صح فبقول لها تغيري برضو ده من الابراج اللي لازم تتغير او تبص لمصلحتها شويه علشان هي عايشه في الدنيا تخدم صحابها همها على شغلها بزياده يعني تحس ان هي شغاله مكان 7 اشخاص فبقول لها حب نفسك شويه وفوقي لنفسك علشان قدام شويه انت هتندمي على اللي انت بتعمليه لان دايما برضو اختياراتها غلط دايما بتختار الناس الغلط صح بنسلم على على شخص على شخص طيب في مسج تانية مواليد 4/8 عايزه اعرف كل حاجه عن برجي الدراسه والعاطفه والارتباط ده ولد ولا بنت بتقول عاوزه بنت بنت اوكي بقول لها الفترة دي تخلي بالها يعني من هنا لغاية 2011 اوكي تخلي بالها لان الفترة دي عندها مش حلوة اوكي احداث كتيرة هتحصل لها لان بعد كده جاية لها حاجة حلوة قوي اوكي
فالفترة دي تخلي بالها، بلاش تبقى تاخد ردود تسربع في ردودها، بلاش تتعصب في ردودها، بلاش يعني تهدى تهدى على قد ما تقدر، أو ما تردش أو تخفف من مقابلتها للناس، علشان احتكاكها بالناس هتخليها تبقى عصبية، هيخليها تتنرفز، هيخليها حاجات كتيرة تحصل. فبقول لها تجنبي ده كله بأنك تبعدي عن الناس، لأن الفترة اللي جاية عندك ارتباط جديد حلو جدا وعندها شغل حلو جدا أو عقد هتمضيه، عارفة اللي هو ربنا هيرضيها من وسع. طب كويس الحمد لله. طيب عايزة أعرف، هي 4/7 سرطان، وجوزها 7/6 وبنتها 1/6 ولا 6/1 عشان هي كانت بجد. عايز تعرف العاطفة والحياة ما بينها وجوزها عشان ما بينهم مشاكل، فهي 4/7 وهو 7/6. أنا أسفة، هما مش هيكملوا لأن هما البرجين ما ينفعوش مع بعض. لأنه مهما سرطان وجوزاء لا سرطان وجوزاء ما ينفعش. لا يعني الابراج الهوائيه زي الجوزاء والميزان وال هو الجوزاء هوائي مش مائي. الجوزاء والميزان والدلو يعني ما بنصحهمش ان هم يرتبطوا بحد مائي، لان يعني الجوزاء طول الوقت بيشغل دماغه وهو مش عارف هو عايز ايه، كل ساعه بحال كل ساعه بحال، وهي من الابراج اللي بتبقى حط لها سيستم وتمشي عليه، او لو طلعت كلمه اعملها، او لو مش عارفه ايه، فهي دي هنا المشاكل. طبعا هي بتبقى يعني هي بتعمل باللي بتقوله وهو ما بيعملش ولا حاجه من اللي بيقولها، فدي الفجوه اللي ما بينهم والمشاكل. طب بنتها كانت 6/1 بنتها 6/1 بقول لها تختار كويس، لان دايما برج الجدي في البنات بيضحك عليها، يعني دايما دايما بتقابل حد بيستغلها او بيستخدمها، بتبقى شخصيتها بتبقى هي بتبقى هي وهي بتحب بتبقى عامية ما بتشوفش ده، بس دايما الشخص اللي بتحبه بيبقى متكل عليها قوي او بيستخدمها في ان هي ممكن يبقوا مثلا زمايل، ممكن يبقوا في صحاب في شغل، دايما يستخدمها ان هي اللي بتعمل كل حاجة، وهو واللي باين في الصوره ان هو اللي بيعمل كل حاجه. اوكي طيب في مسج ثانيه، اسمي نجلاء وتاريخ ميلادي 6/11، مش مخطوبه ومش مرتبطه، ممكن اعرف كل حاجه عن برجي وايه الابراج المناسبه ليا في الارتباط؟ 6/11 عقرب. اوكي العقرب من الابراج اللي اكتر ابراج مناسبه ليها الاسد والقوس. العقرب الاسد والقوس. طب هي الفتره اللي جايه ايه؟ الفتره اللي جايه عندهم انتقال من مكان لمكان، الفتره اللي جايه عندهم مرحله انتقاليه، يعني حياه جديده في كل حاجه، عندهم سفر كتير. اوكي بس ده لو هم غيروا الزاويه بتاعه تفكيرهم. عندنا العقرب وعندنا الحوت والجدي محتاجين ان هم يتغيروا، علشان هم يعني الجدي ظالمه نفسها. اوكي العقرب عندها بيخليها تخسر. اوكي الحوت يعني منبع الحنان والعايشه في الحب وعايزه الحب والحب كلها عاطفيا عاطفيا، عايزه كل حب حياتها كلها تبقى حب في حب في حب. الكلام ده على الارض هي قاعده في ميه البطيخ يعني. قولي لنفسك قاعده في ميه البطيخ. انا قاعده. طيب احنا قلنا نجلاء صح؟ عايزه اعرف كل حاجه عن 26/4، عن حظها في الايام القادمه ومدى التوافق مع برج الجدي. اوكي 26/4 هي اول 10 ايام في الطور، بس تاخد من الحمل. حوت حمل ما تخافش عليها خالص، لانها ذكيه جدا وبتكتك وبتفكر وبتحسبها جدا جدا جدا، مش مقضيها كده. اوكي الجدي طبعا ينفع مع بعض، يعني التور والجدي ينفع مع بعض، بس هو عينه زايغ فهيتعبها، يعني ده بس العيب الوحيد اللي فيه، عينه زايغه بس. بس فهي لو موافقه على كده تكمل، لان هما ينفعوا مع بعض. لكن هي بتبقى حد عامله زي يعني فورمال قوي، عايزه كل حاجه في مكانها، عايزه كل حاجه في مكانها زياده عن اللزوم، وهو طفل كبير زياده عن اللزوم.
فساعات لما ست التور لما ساعات بتاخد حاجه عكسها بتنفع معاها شويه، لان هي بتحب دايما تبقى الليدر، تحب تبقى قايمه بدور الام والاخت الكبيره حتى لو هي الاخت الصغيره، وان هي اللي تمشي سيستم البيت. ده برج التور. ست التور اه طبعا، حتى لو هي عايشه مع اهلها هتلاقيها هي اب وام لاخواتها وباباها ومامتها، ولو هي متجوزه هتلاقيها هي الاب والام هي رقم واحد، مش الزوج رقم واحد ست التور. بس انا بحس ان ست التور بتحتاج ان هي تعمل مجهود عشان ترتبط، او يعني الشخص اللي معاها عشان يتعبها. لا، هي بتبقى رسمه صوره معينه، هي بتحب الراجل اللي يطلع عينها. أيوة بتحب بالظبط. لا، هي بتحبش اي حد. هي بتحب، مش بتعمل مجهود، هي بتميل للي اللي عارفه اللي هو بيديها فوق دماغها. ايوه، ما هو ده اللي اقصده، بس عايزه اقول. لا قولي عادي. بس اعتقد ستات كتير يا سامي. لا بصي، في الستات القويه ما عينيها ما بتشوفش الناس الطيبه او اللي هم مش عايزه اقول ضعاف، هي عايزه الطيبين برضو بس اللي شخصيتهم اقوى منها. لا، مفيش حاجتين بتكتم. اوكي، هي عايزه اللي يطلع عينها. هي بتميل للي يطلع عينها عشان هي اتبهدلت. ممكن نقول للحاجه الصعبه مثلا. لا، ايوه بتحب الحاجه الصعبه. بتحبش الحاجه اللي هي تبقى موجوده، زي مثلا المج هو كده موجود، مش عايزاه. هي عايزه هي اللي تروح تجيب ازازه الميه او الميه وتعمل مجهود في ده، هي بتحبه. لكن الحاجه السهله او اللي موجوده متاحه طول الوقت ما تشوفهاش. صح. طيب، في رساله ثانيه 23/3 والراجل 18/9 بتقول كل عايز اعرف كل حاجه وهنكمل ولا لا وفي مشاكل كتير. اوكي، 23/3 هي مبدئيا حوت، هي حمل، بس هي اول الحمل تاخد من الحوت. اوكي، يعني عند السنين جدا، عناديه جدا 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 جدا، وهي فاكره نفسها ان هي طول الوقت هي اللي صح بس. وشكاكه. اوكي، هو كام؟ 9 18 18 9 يعني ما نصحهاش لانها تخرج من علاقه مجنونه، لان رجل العذراء دايما اوكي بيجي باسهل الطرق. يعني العند ما بيجيش بيه، الاوردر ما بيجيش بيه، ولما بيلاقي ست كده بيخليها بيعمل فيها بلسم في الاول ويخليها تتعود عليه تتعود عليه تتعود عليه، وبعد كده مره واحده ما تلاقوش. اوكي، فهو بيجننها، وخصوصا اخر 10 ايام في العذراء. اللي بيعرف اخر 10 ايام في العذراء راجل هيخرج من العلاقه واحد مجنون. بنطمن يا جماعه كل الستات اللي جوزتها. أيوة. من اول لو هي مش جدي وهاديه، او لو هي مثلا مش ست الجدي، او ست ايه تاني، هي متهيألي الجدي بس، الجدي بس اللي ممكن تستحمل ست العذراء، راجل العذراء. راجل العذراء، لان ست الجدي بتستحمل يعني عادي، يعني بتمتص الصدمات. لكن غير كده مش لاقيه بنت او ست في الابراج كلها تستحمل العذراء، تستحمل اخر 10 ايام في العذراء. احنا بنتكلم على اخر 10 ايام تحديدا. لان هو 18. اوكي، هو 18/9. طب هيكملوا والراجل غير الست؟ طبعا بتفرق. هيكملوا ولا مفيش امل؟ مفيش امل. الراجل العذراء اساسا ما بيحبش المسؤوليه، ما بيحبش حد يحسسه بمسؤوليه، هو يعيشها بمزاجه. لكن ما يضغط، لا هو يعمل اللي هو عايزه لان هو طفل كبير. لكن هي تعمل سيستم او حاجه هيقول لها حاضر ويضحك عليها، وفي الاخر هتلاقيه مع سبع غيرها. طيب، معانا مسج من ولد يعني 20/4 عايز يعرف كل حاجه. 20/4 حمل تور، ده اخر يوم في الحمل. اوكي، وطبعا عشان هو اخر 10 ايام في الحمل فبياخد من التور. بقول له اللي جاي حلو، بس لان هو سواء الحمل او التور الفتره اللي جايه عندهم حلوه جدا، لان هم بقالهم فتره بيحضروا لبلان معينه، في طريق ماشيين فيه جديد، شراكه جديده، انتقال من حته لحته. بقول لهم استمروا، لان انتوا البلان اللي انتوا عاملينها صح، حلوه جدا وصح، واستمروا في اللي انتوا فيه، لان اللي جاي عندكم فيه طلوع وفي حياه حلوه جدا جدا جدا. يعني ان شاء الله 2020 برضو من ضمن الابراج اللي عندها علا عمليا وماديا، عمليا وماديا، لان معظم الابراج السنه الجايه هتبقى مركزه في الشغل والماده بس، اكتر من العاطفه. لان يعني الناس تعبت، فبقوا يركزوا في الشغل عشان الشغل هو اللي بيجيب الماده. صح. طيب، مسج من بنت بتقول امور حياتي بشكل عام هي 2/3/73. 2/3 حوت، ودي حوت بيور. برج الحوت فعلا 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 من 2012 2013
وهو لغايه النهارده الدنيا عندهم كل ما بيفرحوا لازم يتنكدوا، ويتنكدوا 3 مرات مثلا، على كل فرحه 3 4 5 مرات نكد، ويبقوا هم قاعدين مكانهم والنكد بيجي لغايه عندهم. بس انا بقول لهم الناس اللي بتصاحبوهم وبتخرجوا معاهم او بتحبوهم ده اختياركم انتوا، وده غلط، دايما بيختاروا الناس الغلط سواء صحاب او ارتباط. بقول لهم الحاجه الوحيده اللي بتعملوها وبتركزوا فيها صح هو شغلهم بس. الحاجه الوحيده الصح في حياتهم هو الشغل. طيب غير كده كصحاب او ارتباط اختيارهم غلط 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 غلط. نركز بقى، لان هما بيصدقوا الناس، بيصدقوا اللي قدامهم، يعني بيصدقوا وما بيمشوش بسهوله، لازم الوجع يجي يعني لما يموتوا، يعني بيعمل اللي عليه للاخر وزياد. ما اسمهاش بيعمل، لا بص خلينا نتفق ان لما انا النهارده اشوفك انتي انا عماله اعمل لك حاجات بتضايقك، حاجات بتضايقك، وانتي قاعده لا دي بقى انت اللي عايزه، انت اللي عاجبك، انت اللي عاجبك الوجع يعني، فهماني؟ فانا هيبقى بالنسبه لي الوجع اللي بعمله معاكي مش شايفاه وجع، لان انت اوريدي متقبلاه بقالك سنين. لان ست الحوت فعلا بتقعد بالسنين، ما هي بتستحمل يعني، هي ما بتبقاش عايزه مثلا ايه لا تاثر في حاجه. خلينا نتفق ان احنا بشر، احنا البشر لما بنلاقي حد قاعد ومستحمل بنقول له بنديله كمان زياده لان هو اللي سايب لنا نفسه. صح. فاذا كان هو مش خايف على نفسه ومش حابب نفسه احنا هنحبه. طيب رسالة تانية بتقول بنت 22/12 برج الجدي، عايزة أعرف عن العاطفة في المستقبل وأنا سنجل مش مرتبطة ولا مخطوبة والنصيب تقريبا لسه ما جاش. أوكي. 22/12 هي قوس جدي. أوكي. أوكي. هي 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 قوس والجدي دي الأيام اللي هي ما بين البرجين ديت بتبقى صعبة، لأن هي بتبقى شوية قوس وشوية جدي. اوكي يعني شويه بتبقى ست قويه جدا جدا وعناديه وليدر. ده الجدي. ده قوس. ده قوس. الجدي ذكيه وعناديه وكل حاجه بس في سلام. صح، في سلام. الاثنين عكس بعض تماما. القوس اقوى من الجدي. الاثنين اقوياء، لكن هما القوس عناديه وطف شويه او قويه جدا، الجدي قويه بس في سلام. يعني عايزه كل حاجه في سلام. أوكي. في هدوء. فبقول لها يعني القوس السنه دي 2019 كان المفروض برج القوس كان يبقى من الابراج اللي حظها عالي جدا، بس واضح ان الناس كلها من كتر ما قلنا اول السنه ان السنه دي سنه القوس اخذ عين كبيره بقى من الناس كلها جابته ارضا. احنا بعد كده نعمل تمويه يا سابي قبل كل سنه مثلا. اي برج نقول برج تاني فعلا لما بنيجي نقول البرج الفلاني. طبعا اول شهرين بتبقى كل الناس بتركز في الابراج وكده، فلو مثلا قلنا قوس يا عم السنه دي بتاعتك، يا عم السنه دي بتاعتك، شكرا خلاص. اوكي. فالقوس يا حرام من ضمن الابراج ان السنه دي حظه مفيش ونكد ومشاكل، بس ده كله تراكمات سنين فاتت. اوكي. واختيارات غلط. عايزين من مره حلقه عن ان البشر في حياه بعض بيبقوا ممكن وشهم وحش على بعض. لان في ابراج وشها وحش على بعض. القوس القوس السنه دي كلنا بعدنا عن ناس كتير الفتره اللي فاتت، ودينا ظهرنا لناس كتير قدام في حياتنا، وكل الناس اللي في حياتنا جداد، بس القوس السنه دي كان كل اختياراته عاطفيا ولاصحابه اللي عرفهم ناس ادته طاقه سلبيه او نحسته. فبقول لها بعادي على الناس اللي معاكي او اللي جنبك الفتره ديت، لان كل الناس اللي في حياتك الفتره ديت هم اللي مديينك طاقه سلبيه ومخليه الدنيا ما تمشيش. ماشي. معانا مسج من رانيا 13/7، عايزه تعرف كل حاجه حظها وهي متزوجه وعندها ولد وبنت. اوكي. 13/7 هي اخر 10 ايام في السرطان. برج السرطان برج عملي جدا جدا او بيشغل دماغه زياده عن اللزوم. بقول لها ان انت الفتره دي عندك حلوه، بس بلاش الشك اللي انت فيه زياده عن اللزوم، لان عمليا ونفسيا وكل حاجه الدنيا ابتدت تهدى عند برج السرطان كتير من اخر شهر 8، والدنيا عندهم ابتدت تتحرك نوعا ما عن ناس كتيره جدا عمليا ونفسيا وكل حاجه. وبقول لها بلاش تشكي، لان ست السرطان شكاكه
وبتهول المواضيع، بقول لها ما تكبريش المواضيع لان هي الحاجات الصغيره بتتمسك بيها وتهولها وتبقى مأفوره فيها وتتعصب عليها، وتيجي في الحاجات الكبيره تلاقيها واقفه ساكته ما بتتكلمش وطيبه يعني كويسه. فبقول لها يعني بلاش تقفشي على حاجات هبله لان الدنيا عندك حلوه، او يعني دايما الواحد يبص للجزء الحلو لان في ناس كتيره قوي طالع عينها، فانت احمدي ربنا وبص للجزء الحلو وركزي في شغلك لان برج السرطان الفتره ديت عمليه الدنيا عنده حلوه جدا جدا جدا. فبقول لبنات السرطان، الولاد لا، لان الولاد لسه حظهم ما معليش زي البنت. فبقول للبنت السرطان ركزي في شغلك لان انت عندك علا جامد جدا في الشغل عمليا يعني. حلو قوي. سابي نرجع تاني بقى لبرج العقرب، عايزين كده نفصص كل الابراج وازاي العقرب بيتعامل معاهم. اوكي تعالى ناخدهم كده سريعا. يلا. البنت وبعد كده الولد. اوكي يلا. بنت العقرب مع الحمل ما ينفعوش خالص. اوكي لان دي اقصى اليمين ودي اقصى الشمال، الاثنين ما بيتقابلوش لان شخصيتين مختلفين جدا. اوكي وهتلاقيهم بيغيروا من بعض ومش طايقين بعض. اوكي بنت العقرب مع برج الثور هينفعوا صحاب، بس لو جه ظهر ما بينهم هما الاثنين ولد هيتخانقوا ويقعدوا يتكتكوا لبعض مين فيهم اللي يقفل التاني. أوكي. لان العين ده هيشتغل. اوكي بنت العقرب مع الجوزاء ما ينفعوش خالص، هيبقوا شيك في الاول ويبقوا اصحاب كده ويضحكوا لبعض وبتاع، لكن يجوا عند الجد هي عايزه تبقى هي الليدر في القعده وهي عايزه تبقى الليدر في القعده. اوكي بنت العقرب مع بعد كده سرطان هينفعوا جدا لان العقرب شخصيه قويه جدا جدا جدا. اوكي والسرطان سواء بنت او ولد هي اقوى منهم فهتعرف تشغلهم او تعرف تحركهم. ماشي. العقرب والاسد هيعرفوا يتعاملوا مع بعض. اوكي بنت العقرب مع العذراء ما ينفعوش. اوكي بنت العقرب مع الميزان في البدايات بس، نهايات مش هتبقى لطيفه خالص. صح. بنت العقرب مع العقرب ما ينفعوش خالص. اوكي بنت العقرب مع القوس تنفع. بنت العقرب مع الجدي تنفع. اوكي مع الدلو ما تنفعش. مع الحوت بداياتها تبقى حلوه ونهايات مش هتبقى حلوه. اوكي نيجي راجل العقرب. راجل العقرب بقى سياسي جدا، ينفع مع كل الستات لان هو ده حقيقي. اكيد ده حقيقي. هو برج مزواج. راجل العقرب مزواج طبعا، وبيحب اقل حاجه اتنين يتجوزهم. اقل حاجه اقل حاجه صباح الخير اتنين، ولو ربنا مديله امكانيات وفلوس اربعه بقى. ممكن ثلاثه واربعه، ولو ينفع كام وثمانيه ويغير فيهم. اللي تعمل حاجه مش على مزاجه يعني يتلكك لها خلاص، انت كده عشك اتقطع باي باي. في غيرك هيجي، ولازم قبل ما يسيبها يكون مظبط في السبير حد علشان هو مش عايز الخانه تفضل فاضيه. بالظبط. الله. اوكي لكن هو يعني واضح، هو معروف بده، ولما يجي يخش مثلا، هو دلوقتي مثلا متجوز واحده، يجي يخش للثانيه يقول لها انا متجوز ومش عارفه ايه، يجي بعد شويه يقول للثانيه ايه، يتلكك لها ويطلع فيها عيوب عيوب عيوب، يقول لها ويجيب لها في النص ان هو اتجوز او ان هو في حاجه انه بسببك يعني انت اللي وصلتيني ده. هو بيقعد ينكد عليها يعني، هو بيعرف يخلق سيناريو. اوكي عشان هو ما بيبقاش غلطان. هو ذكي، هو ذكي جدا. هو بيعمل كل حاجه وانتوا اللي حطيتوني في الموقف اللي انا فيه. صح. ده هيردوا في الاخر يعني، في الاخر هم بيبقوا راضيين. لسانه حلو جدا جدا لان هو عنده حضور وعنده رد جاهز على اي حاجه. صح. في اي وقت، وذكي جدا ولماح. اوكي نبعد عن برج العقرب. بس انا بحب برج العقرب. برج العقرب كويس لانه انا حد واضح. ما هو المفروض ان انت اي حد بيجي لك بيعرض لك اي حاجه يا توفي يا ما توفيش. لا بس مش كلهم يا سابي واضحين، في منهم بيبقوا عندهم دهاء. خلينا نقول مين مع مين. يعني انا اسد مع عقرب اوكي هعرف اتعامل معاه، لكن ممكن انت ميزان عقرب مع العقرب ما فيش. ده الميزان والعقرب ما ينفعوش. طب عشان الموضوع ده مهم جدا. لازم نتكلم فيه بالتفصيل. أوكي. نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع سابي وبرج العقرب. We'll be right back.
ورجعنا لكم تاني ولسه مكملين معاكم حلقتنا من إن بوكس برجك ايه مع خبيره علم الفلك والابراج سابي. سابي منورانا. منورة بيكم. طيب عايزين نكمل كلامنا بقى عن برج العقرب او تحديدا يعني رجل برج العقرب مع كل برج من الستات بيبقى التوافق عامل ازاي؟ خلينا نقول ان العقرب مع كل الستات اتفقنا احنا قلنا هو كويس بس ايه الابراج اللي بيبقى معاه فيها دهاء شويه؟ الابراج الايه؟ يعني العقرب بيستخدم ذكاءه برج برج اوكي. العقرب مع الحمل مش هينفع. اوكي العقرب مع الحوت ينفعوا يشتغلوا مع بعض يبقوا اصحاب لكن ما يتجوزوش اوكي. العقرب مع الثور ينفع مع بعض. العقرب وثور ينفع مع بعض في الشغل. بس الثور شخصيه قويه قوي. ينفع مع بعض في الشغل، ينفع مع بعض في جواز، ينفع مع بعض لان هو هيحط سيستم وده دايما سياسه العقرب وهي عايزه سيستم. اوكي فهيتقابلوا. بس هتحسي ان هما تحسي ان هي ماده نظري. تحسي ان هما حد فورمال جد يعني عمليين هما الاثنين جدا كل واحد عارف هو عايز ايه. بالظبط في تارجت. العقرب مع الجوزاء ما ينفعوش في الاول بس هيضحكوا على بعض بس بعد كده مش هينفع. اوكي العقرب مع السرطان ينفعوا بس ست السرطان دايما بتنكد فهو مش عايز كده. او بتكبر المواضيع او بتهول المواضيع فهو مش عايز كده. العقرب والاسد ينفعوا مع بعض. اوكي العقرب والعذراء ما ينفعوش مع بعض. عقرب وميزان ما ينفعوش. عقرب وعقرب ما ينفعوش. عقرب وقوس ينفع. عقرب وجد ينفع. وعقرب ودلو ما ينفعوش. اوكي وحوت عقرب سوري وعقرب وحوت ينفعوا في البدايات برضو. في البدايات بس لان ست الحوت ما بتحبش الشريك. تحب الحاجه بتاعتها. يعني عايزاها الحاجه لوحدها ف مش هتقبل بالوضع. مش هتقبل بان هي تبقى اثنين او ثلاثه او اربعه. سؤال يا سابي هل في راجل عقرب مخلص؟ على فكره بصي عايزه اقول لك على حاجه. فاكره مسلسل عبد الغفور البري؟ هو متهيألي كان برج العقرب. المسلسل كان معمول على برج العقرب ليه؟ لان هو بيعدل حق ربنا. قصدك الحاج متولي. الحاج متولي هو بيعدل ودايما بيعمل كده. دايما يا اما يجمعهم ولو مادياته كويسه بتلاقي في مساواه في الولاد في كله. ايوه بس هل في راجل عقرب ممكن يكتفي بست واحده؟ لا مفيش. لا لو ظروفه ماديا على قده هتلاقيه هيكتفي غصب عنه. هيكتفي غصب عنه بس هيبص بمقام 80 واحده. طيب سابي عايزين نعرف 17/10 دي مسج. 17/10 ولد. 17/10 هو ميزان. هو ميزان بس اخر 10 ايام في الميزان فبياخد من العقرب. راجل ذكي جدا لماح مرتب اوراقه. الدنيا الفتره اللي فاتت ما كانتش حلوه بس اللي جاي عنده حلو بس لان هو يا راح مكان جديد يا راح بيت جديد يا راح شغل جديد. المهم ان هو عنده حاجه جديده هي اللي حطته على اول الطريق الصح او على اول يعني على اول الطاقات الايجابيه اللي هتديله خير جاي. اوكي بقول له استمر في اللي انت ماشي فيه علشان اللي جاي حلو. ولو جالك سفر يا ريت تسافر لان الميزان والعقرب. هو ميزان عقرب. الميزان والعقرب راجل او ست دايما حظهم 10 اضعاف ماديا في حاله السفر. في حاله السفر او في حاله عدم وجودهم في البلد اللي مولودين فيها. اوكي يعني الهجر او ان هم يسافروا يشتغلوا في بلد ثانيه بيكون احسن لهم بكتير ماديا. بتلاقي 10 اضعاف وممكن 50% عن البلد اللي هم قاعدين فيها. طيب عايزين نعرف مدى التوافق ما بين 29/12 راجل و 7/7/6. 29/12 راجل. 29/12 راجل هو كوس جدي اول 10 ايام في الجدي فياخد من الكوس. وكامل بنت 7/7 7/7 سرطان. طبعا يتفقوا مع بعض. يتفقوا مع بعض بس هي اقوى او هي اسرع. خلينا نقول مش بلاش نقول اقوى هنقول ان هي اسرع. عايزه كل حاجه بسرعه. عايزه كل حاجه بسرعه وهو هادي شويه او رتمه بطيء شويه بس هما كعلاقه زواج تنفع جدا. طب الحمد لله
كويس. طيب سابي، نرجع بقى كده بما اننا لسه في بدايه شهر 11، نعرف توقعات لكل الابراج في بدايه الشهر. خلينا نقول الاول او نعرف الناس ان برج العقرب بيبتدي مثلا من اول 21/10 ل 20/11. عايزين نعرفهم ان من اول 21/10 ل 30/10 ده بيبقى ميزان عقرب. ميزان عقرب. ومن 1/11 ل 10/11 هو ده العقرب البيور. البيور. اوكي. ومن 11/11 ل 20/11 ده بيبقى عقرب قوس. اوكي. صفات ده غير ده غير ده. اوكي. العقرب اللي هو واخد من الميزان ده بيبقى ذكي جدا، لانه ميزان وعقرب الاثنين اذكياء جدا، الاثنين اقوياء جدا، الاثنين بيبقوا ناس قويه عمليه ناجحه، حتى ما عندهمش حاجه اسمها فشل خالص. اوكي. فده قوي جدا جدا جدا، ويتخاف منه ويتعمل له حساب. مش تخاف منه عشان شر، يتخاف منه عشان هو حد ذكي. اوكي. ست وراجل. اوكي. العقرب البيور. العقرب البيور في الست في البنات دايما بيتكتكوا، دايما بيتكتكوا وبيحسبوها، وفي تارجت وعارفين هم عايزين ايه، ما بيردوش باي حاجه. اوكي. الراجل عملي جدا جدا، لانه بيبتدي من وهو صغير. راجل العقرب وجه عام بيبتدي من وهو صغير. صح. من وهو صغير معتمد على نفسه، حتى لو باباه غني، حتى لو باباه معاه، حتى لو اي حاجه بيحب يعمل حاجه كده مستقله بنفسه، وبيعمل كيان وبيعرف يكبره، وبيعرف يعمل، عارفه اللي هو بيعرف يعمل من الفسيخ شربات. بيعمل ده، بيعمل ده ما لا نهايه، حتى لو جت ظروف وقعته بيعرف يرجع تاني، يبتدي من اول وجديد ويعلى تاني ويكبر تاني. اوكي. العقرب القوس. العقرب القوس الراجل ده بقى اضعفه، لان راجل القوس دايما طبته مرجعه ورا، طبته او دايما راجل القوس قديم. دايما واقف عند فتره زمنيه بعيده ورا، ما بيعملش ابديت، ما بيجددش من نفسه، ما بيتغيرش، ما بيذاكرش، ما بيطورش من نفسه. فيمكن العقرب اخر 10 ايام في العقرب واخد من القوس شويه، فهتلاقيه اللي هو الدنيا اختلفت. برضو عنده حظ عالي، او عنده، على فكره برج العقرب ست وراجل محظوظين جدا. ده حقيقي. ده حقيقي. اوكي. بس نجمهم خفيف، لان برضو الابراج المائيه نجمها خفيف، يعني دايما لما بيعملوا حاجه العين بتيجي فيهم بتجيبهم ارض. اوكي. فست وراجل في العقرب محظوظين، عندهم مرزقين لان ربنا مديهم نسبه ذكاء غير عاديه. هم مش مرزقين لوحدهم كده، هم مرزقين عشان هم طول الوقت حتى وهم نايمين مشغلين دماغهم. ودي مشكلتهم. اوكي. طيب نبدا بقى بالتوقعات لكل برج. لكل برج الشهر ده يعني. اوكي. نمسك الحمل. بقول للحمل ان الفتره دي عندك او الشهر ده الدنيا عندك يعني بلاش ياخد قرارات لغايه يوم 15/11. الحمل ما ياخدش اي قرارات خالص لغايه 15/11، لان الدنيا عنده واقفه شويه، او هو اوريدي من اول ما احنا داخلين على العقرب والدنيا عنده مش حلوه. فلغايه 15/11، بعد 15/11 يعمل اللي هو عايزه. نيجي للثور. التور بقول له امشي زي ما انت ماشي، القرارات اللي انت ماشي فيها سليمه جدا جدا، الدنيا ماشيه معاك حلو، وبلاش تسيب نفسك لحد ان هو يلعب في دماغك او يبوظ لك افكارك. اوكي. الجوزاء. الجوزاء عندها حد جديد في حياتها. اوكي. في حاجه جديده في حياتها، في سفر، في حاجه جديده جديده بقى، سواء عاطفيا، شغل، سفر، في حاجه جديده هتحصل في حياتهم هتغير مجرى حياتهم. اوكي. السرطان. بقول لها بلاش تأفوري المواضيع، لان الدنيا عندك ماشيه حلوه. يعني لما الدنيا تبقى ماشيه حلوه نركز بقى في شغلنا، نركز في حياتنا، بلاش نقف عند حاجه، او لو حصل اي حاجه صغيره نعديها، بلاش يعني نعطل نفسنا في امور ملهاش اي لازمه. لان انت الشهر ده عندك حلوه جدا جدا جدا، بس هو كل الحكايه ان احنا الفتره دي القمر لما بيكتمل كلنا بنتخنق، كلنا بنتخنق، فبلاش تأفوري المواضيع. السرطان. اوكي. بقول لها لغايه بعد يوم 12/11 استوب شويه، لان الفتره دي عندك حاجات هتظهر لك، او عندك حاجات هتظهر لك هتوترك، ما تقلقش. دي برضو بخصوص القمر اللي بيكتمل، بالدنيا بتبوظ عندك او عندك،
فبقول لكم يعني اهدوا، مفيش حاجه خالص، بس بلاش ناخد قرارات في الغايه يوم 12. بعد يوم 12 خدوا القرارات اللي انتوا عايزينها. العذراء عنده حياه جديده، حياه جديده دي غالبا هتبقى سفر. اوكي. ولو اي حد في العذراء بنت اولا جاله سفر يا ريت يسافر. اوكي. الميزان عمل لحياته حياه جديده، او في ترتيبه في بيسعي لترتيب لحياه جديده. المفروض هيتنقل الحياه الجديده دي هيتنقل لها في جزء في شهر 12 وواحد واثنين، لكن كل الميزان حياته الجديده هتبقى كلهم انتقلوا للحياه الجديده اخرهم شهر 2 اللي جاي. والحياه دي هتبقى حياه سعيده، لان العتبه اللي هم قاعدين فيها او الشغل اللي هم فيه او بيتهم اللي فيه مش حلو. العتبه الجديده اللي رايحين لها سواء عمليا او كبيت اسري الدنيا هتظبط معاهم من واسعه. اوكي. وهتبقى عتبه حلوه ان شاء الله. برج العقرب بقول له يعني يعني الراجل ما يتخافش عليه، مش قلقانه على الراجل خالص. البنت بقول لها اعملي ابديت او غيري تفكيرك او غيري الزاويه، بلاش العند اللي انت فيه اللي بيخسرك، علشان هي حتى لو هتخسر بتعند. فبقول لها يعني ملوش لازمه، ملوش لازمه خالص، لان الدنيا حلوه. يعني بص راجل العرب بيعمل ايه وقال لي دي بيعمل تغيير، ما بيقفش عند حاجه. هي زي الصعيد، هي عناديه بتقف وبتبقى عايزه اللي في دماغها هو اللي يمشي زي ما هي عايزه. فبقول لها اتغيري. ست القوس وراجل القوس بقول والله صعبانين عليا السنه دي كلها، والفتره دي خلوا بالهم، عارفه اللي هو يمشوا جوه الحيطه مش جنب الحيطه. والفتره دي كمان عندك لغايه بعد يوم 20/11، وكمان داخلين على برجهم. فدايما كلنا لما بيجي عيد ميلادنا او بيجي برجنا بنبقى مخنوقين، ما بنبقاش فرحانين، بالعكس بيبقى في نكد ومخنوقين ومكتئبين. كلنا ولا برج؟ كل الناس، كل الابراج، كل الابراج لما بيكونوا داخلين على برجهم او عيد ميلادهم بيبقوا مخنوقين، ما بيبقوش مبسوطين على فكره. بيبقوا مخنوقين وعندهم اكتئاب وقلقانين وخايفين حاجات كده اهوت لا اراديه مش بمزاجهم. برج الجدي اللي جاي عندكم حلو لو انتوا حبيتوا نفسيكم. فبقول لهم حبوا نفسيكم، حبوا نفسيكم، حبوا نفسيكم، وخصوصا ست الجدي. اوكي. لان الراجل الجدي اوريدي هو بيحب نفسه. اوكي. برج الدلو، الدلو راجل داخل على حياه جديده، او هو متردد، او هو بيحب الزحمه، او بيحب التغيير، ملول، هو بيزهق راجل الدلو. فبقول لراجل الدلو اثبت على حاجه، علشان التنطيط الكتير انت اللي عامله لنفسك، يعني عمال يتنطط من هنا لهنا 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 لهنا، مفيش حاجه ثابته، ويقول ان مفيش حاجه عنده حلوه او مفيش حاجه بتمشي. طب ما هو انت اللي مش ثابت، مفيش حاجه بتبان في شهر او اتنين، فانت اللي عمال تتنطط كتير. فهدى بنت الدلو بقول لها بلاش الزحمه اللي انت عاملاها في حياتك، لانها دايما بتحب يبقى في الحاجه والسبير بتاعها عندها اقل حاجه اتنين تلاته. فبقول لها يعني ركزي في حاجه واحده عشان تظبط، الغلط عندك انت. ست الحوت او راجل الحوت بقول لهم غيروا الزاويه اللي انتوا فيها، لان انتوا اذكياء جدا جدا، بس مش لنفسيكم. ست الحوت بقول لها اخرجي من عبايه الحب في الحب في الحب دوت، اللي هو من الفالنتاين ديت اللي انت عايشه فيها طول السنه. لا، هي بتسعى ست الحوت دايما بتسعى ورا الحب، ناسيه كل حاجه، بتسعى ورا الحب زي ما تكون الحياه كلها حمراء حب دباديب. اوكي. هي دايما بتحب كل حاجه بالحب، اللي هو يعني هتغمس كل حاجه بالحب. اوكي. فبقول لها اخرجي يعني عيشي الحياه، لان انت ذكيه والمرحله اللي جايه عملينا عندك حلوه جدا جدا جدا، ففوقي لنفسك او اخرجي بره الكوكعه. راجل الحوت بقول له اطلع من ميه البطيخ اللي انت قاعد فيها، علشان هو هادي، يعني هو ذكي جدا، بس ليه ماشي بالراحه؟ على فكره عندك حاجات حلوه هناك كتير، الحقها عشان ممكن حد ياخدها قبلك. فاجري شويه، اجري شويه، يعني بلاش الريتم بتاعك الهادي دوت. المخرج معترض. اجري شويه، لان ساعات بتبقى في ربنا باعت لنا خير. مبدئيا احنا كلنا كده ربنا بيبقى باعت لنا خير، بس احنا اللي ما بنسعلوش، او احنا اللي ما بنقول بنستنى الحاجه دي، يا اما كسل يا اما بطئه، يا اما بتبقى في مشكله بنقعد نستهيف ونقعد نتكلم في المشكله 100 سنه ونركز فيها، والحاجه الخير بيجي يعدي من قدامنا، احنا مش شايفين ان احنا عمالين نركز في حاجات هبله. محدودين الافق. هو ده. هو اللي انت قلت عليه بالظبط، عارفه؟
انا بتكلم في العموم عن البرج ان شاء الله. اوكي. يا ريت كلنا دايما لما نبقى نلاقي نفسينا احنا الدنيا مش ماشيه معانا او الدنيا مش حلوه نتغير، نعمل العكس، نحاول نعمل عكس ما احنا ماشيين. لا خلينا نقول ان دايما احسن علاج لاي حد الدنيا واقفه عنده عمال يندب والدنيا وحشه، لا هو انت اللي محتاج تتغير، انت فكرك محتاج تتغير، انت محتاج تتغير طريقتك سياستك. دايما لما نفكر في حاجه اسلم حل، لما نفكر في حاجه نعمل عكسها. لا نحتاج لحد نساله ولا نحتاج حد نتكلم معاه، دايما لما نلاقي الدنيا واقفه عندنا يبقى احنا اللي غلط. اوكي؟ لان اكيد الوقفه ديت مش هتيجي في كل حاجه في حياتك، هتيجي في حاجه او اتنين، مش هيبقى في كل حاجه. فاللي عنده كل حاجه الدنيا عنده واقفه ومش حلوه يبقى هو اللي غلط، لما يفكر في حاجه يعمل عكسها، ده علاج على فكره. يا اما لما يفكر في حاجه يكتبها على ورقه وبعد شويه يقراها. لان هتفرق في ايه؟ هقول لك هتفرق في ايه. تعالي النهارده مثلا انت مخطوبه ومتضايقه شويه، اوكي، ومتضايقه من خطيبك مثلا، وانت متضايقه بعت له رساله، انت مش بعد 10 دقائق بتندمي ان انت بعتي الرساله؟ بقول ايه اللي انا عملته ده. ويا اما بتبقي عايزه تردي الرساله دي هبله، انا عايزه ارد اقوى من كده، يا اما انا افورت. صح، مش كده؟ صح. فلما احنا لما نيجي عايزين نعمل حاجه نكتبها على الورق كانك بعتيها، تيجي تقريها بعد شويه هتاخدي القرار الصح. تشوفي بقى انت عايزه تافوري ولا عايزه تهدي. حلو الحل ده. والله حلو جدا. وكمان 10 دقائق اكتبي، يعني انت دلوقتي كتبتي حاجه، كمان 10 دقائق هتقريها يا هتافوري. طب حسيت ان انا عايزه افور، اكتبي برده في الورقه. اكتبي في الورقه. لا في الورقه ثلاث مرات، لازم تكتبي ثلاث مرات. اوكي. وبعد الثالثه هتاخدي القرار، يا اما مش هتبعتي خالص وتقولي ايه الهبل اللي انا عملته، يا اما هتاخدي القرار السليم جدا جدا بعد ما قريتي ثلاث اجابات لنفسك انت بتبعتيهم، وفي نفس الوقت انت ما تكونيش بعتي حاجه وندمتي على حاجه بعتيها. اوكي. فده اصلا علاج، ان انت تكتبي كل 10 دقائق تكتبي حاجه، وبعد 10 دقائق تقريها، يا تضحكي على نفسك يا اما هاخد القرار، يا اما بعد ثلاث مرات تكتبي حاجات، يعني في خلال كل 10 دقايق، يعني في خلال نص ساعة. بعد نص ساعة انت هتبقي اهديتي عشان خرجتي طاقة سلبية من جواكي على الورقة كأنك بعتي. اقوم مصورة الورقة وبعتها له. لا. لا 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 لا، انت هتلاقي نفسك بتاخدي القرار السليم بعديها بعد نص ساعة، صدقيني هي فترة صغيرة بس خرجتي طاقة سلبية جواكي. زي ما بعتي، اللي هو ايه، انت بعتي ومتضايقة ان انت بعتي او انت افورتي. ولو قرات انا بعت اعمل ديليت مسج. لا لا مش هعرف، انا بعت خلاص. وبتبقى انت بقى متضايقه ان انت بعتي، تقولي ايه خلاص ما انا بعت، هو لازم يحصل فيه كده ده. هو بتقعدي تقنعي نفسك وده هبل طبعا. اوكي. لان انت بس عايزه ترضي نفسك ان انت ما غلطتيش. اوكي. فاسلم طريقه الورقه والقلم. حلو قوي الحل ده بصراحه يا سامي. طيب اخيرا كده اخر تاريخين يا سامي، بس كل واحد ملوش علاقه بالتاني. في بنت 9/8 9/8 الاسد، بقول لها الفتره دي لغايه يوم 12 زي ما قلت من شويه ما تاخدش اي قرارات. اوكي. بعد يوم 12 اعملي اللي هي عايزاه، لان اوريدي الدنيا هتبتدي تفتح معاها. طيب وفي ولد 14/10 14/10 ميزان عقرب، ما يتخافش عليه خالص، اللي جاي كله عنده حلو قوي 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 قوي. بلاش علاقات عاطفيه الفتره ديت، بلاش اي ريليشن الفتره ديت، يركز في الشغل ان اللي جاي عنده حلو عمليا. اوكي. لان ربنا ما بيديش كل حاجه. سابي نورتينا، الحلقه عدت بسرعه جدا. الوقت بيجري معاكي. ده حقيقي سابي، شكرا. انا كنت مبسوطه قوي النهارده معاكم. احنا كمان جدا. هنشوفك ان شاء الله الاسبوع اللي جاي ان شاء الله. شكرا يا نوران. ميرسي حبيبتي. كده خلصت حلقتنا من ان بوكس برجك ايه، ونشوفكم ان شاء الله الاسبوع اللي جاي على خير، وباي باي. We'll be right back.